أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا نحن بنعتذر كثير عن الحلقة الماضية، المفروض الـ14. طبعا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أنا برنامج الشيخ الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا نحن بنعتذر كثير عن الحلقة الماضي من عندك الصوت ثانية. آسفين كثير على العطل الفني، آسفين كثير. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بالحلقة هاي. المفروض الحلقة الماضية كان تكون مع أويس العمري، يعني أوس العمري بنفس الموضوع عنصرية الأديان، لكن للأسف الأخ أوس كان عنده ظروف وما قدر يحضره، ونحن طبعا يعني بنقدر هالشيء هذا، وبنقدر يعني الحماس اللي كان بده يطلع معنا. بس راح نكون بنفس الموضوع، راح يكون معنا الكابتن دانيال، فخلونا نرحب بالكابتن دانيال. أهلا وسهلا فيك دانيال. حبيبي في جان، استاذ جان، اهلا وسهلا فيك وبتشكرك على الاضافه الجميله، دائما معك. يا اهلا وسهلا علاك، وبصراحه انا مستمتع يعني باستضافتك وحكيك اللذيذ يعني اخ دانيال، يعني نحن موضوعنا اليوم موضوع عنصريه الاديان، نشوف العنصريه الموجوده بهالاديان هاي. يعني هلا مثلا اليهود بيقولوا نحن شعب الله المختار، المسيحيين نحن بيقولوا نحن اولاد الله ونحن ملح الارض وهالحكي هذا، والمسلمين بيقولوا خير امه، يعني مثل ما بيقولوا خير امه اخرجت للناس. ف يعني السؤال عندي، تعليقك على هالموضوع هذا، شو شلون بتشوف العنصريه بهالدين بهالاديان؟ عفوا. شوف، هو شكرا شكرا، أكرر شكري لك على الاستضافة بالبرنامج. جان، هو الموضوع شوي يعني في شوية تعقيدات، ويحتاج إلى شوية من الشروحات لنفهم معنى كلمة عنصرية. لأن اليوم في كتير ناس مثلا بتحكي عن العنصرية بس هي ما بتعرف شو بتعني كلمة عنصرية، يعني بتقتصر كلمة عنصرية عندها على أنه أبيض أو أسود. أنا مش عنصري، أنا بحب السود، أنا بحب كل الناس. العنصرية عدة أقسام، والعنصرية مجال واسع ومفتوح يدخل بضمنه العنصرية الفكرية، وهي أخطر أنواع العنصرية. وهذه العنصرية الفكرية بشكل عام هي العنصرية الموجودة بالدين أو التي يفرضها الدين بشكل عام. خلينا نعرف بشكل سريع شو هي العنصرية وشو موضوع على العنصرية. العنصرية بتولد بمنظور أحد أفراد الجماعة أو الجماعة كلها مع بعض، بتضرب بعرض الحائط. هذه العنصرية، يعني معنى كلمة عنصرية أو العنصرية، يعني بيضربوا بعرض الحائط كل شيء بتحمله الجماعات الأخرى من أفكار وفلسفات وتاريخ وحياة، كل شيء يعني ضدهم أو لا يتفق مع أفكارهم بيضربوا بعرض الحائط، لا يأخذوا به. هذا تعريف بسيط وسريع وشفاف للعنصرية. وهي العنصرية بالأساس مرض نفسي. ليه؟ بس يشوف الإنسان نفسه كامل فهذا بيعني أنه هو عنده نقص. والعنصرية بتصور لك أنك أنت كامل بالأفكار، بالإيمان، بالمعرفة، وهي بالحقيقة مرض نقص. هذا ممكن المستمع يعني يسأل شو علاقة هيدي المفاهيم بالعنصرية، ممكن يطرح سؤال انه شو علاقة اللي عم يحكيه دانيال حاليا بالعنصرية. العنصرية بتسيطر بمعظم الأوقات على تصرفات أغلبية البشر. جم العنصرية مش محصورة بدين ولا بفكر ولا بمدينة ولا بمنطقة، كل القرى الأرضية بشكل عام عنصريين، كل شعوب القرى الأرضية عنصريين. إنما أنا نوهت وقلت الدين هو أخطر العنصرية، الدين هو أخطر العنصرية. مثلا اليوم بروسيا، بتروح على روسيا بيعتبروك كشرق أوسطي، بيقولوا عنك أسود، بيسموك، أنا عايش بهذه المدن وبيسموك الأسود رغم أنه أنت منك أسود، يعني أنت منك أفريقي بشكل عام، يعني حامل البشرة السمراء.
إنما عنصريتهم بما أنه أني من شعوب البيض بيعتبروك أسود، وعليك أنا أطلقت مصطلح قلت بما أنه هني شعوب بيض، هذه هي العنصرية، إطلاق صفة على الناس، تمييز هذه الناس بالصفة، هذه العنصرية العامة جون الموجودة بيناتنا بشكل عام. أما العنصرية الدينية فهي عنصرية خطرة جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه بتقصي الآخر بمجرد اختلافه معك، بمجرد اختلف معك بكلمة بكلمتين بتم استقصائه. اليوم أنت بتروح على صفحتك بتحط منشور بأنه محمد عمل كذا وكذا وكذا، الآخر ما تفكر جاي على صفحتك يناقشك، الآخر جاي على صفحتك يشتمك يتهجم عليك، بعدنا كنا قد شوي عليك بالحديث، يعمل يساوي بده يشيل بده يحط. هيدي العنصرية اللي هي ما بتسمح للإنسان المريض، العنصرية مرض، بأنه يطلع ليش جون عم يحكي، جون عم يحكي، أو ليش جون كتب عن محمد كذا أو عن المسيح كذا أو عن عيسى أو عن موسى أو عن إبراهيم أو عن فلان أو عن فلان. العنصرية مرض يسيطر على الإنسان ويمنعه يتقبل الآخر بأي شيء مختلف معه، شو ما يكون لونه هذا الشيء، شو ما يكون مضمونه هذا الشيء، في بلوك بحطه الإنسان بعقله، فلان عم يحكي عن ديني، فلان عم يحكي عن مذهبي، فلان عم يحكي عن انتمائي، مفروض أن يهاجمه، مش مفروض استوعبه أو أفهم ليش عم يتعامل معي بهذه الطريقة. فبتلاقيه جاي بكلاشينكوف وفايت على الصفحات ونزل قواص يا متخلفين بالنار بجنة. هيدا هو العنصري، العنصري اللي مش مستعد يناقشك ولا يتقبلك. نحن ببعض الأحيان حتى نكون منصفين نحن عنصريين، أنا واحد من الناس العنصريين يعني، بس لقي إنسان عم ينقشني بأفكاره وما عم يفهم فكرتي بلجأ لأسلوب كمان العنصرية معه، العنصرية الفكرية، ألا وهي بلش استهزئ فيه. كلنا نملك هيدي العنصرية، إنما أخطر أنواع هيدي العنصرية هي العنصرية الدينية اللي بتغلق دماغه للإنسان، بتسكر له دماغه. بيولد اليوم يا ريتهم بفكروا بس بهالثلاث كلمات اللي بدنا نحكيهم هلا. بيولد اليوم الرجل الطفل بمجتمع مسلم ببيئة سنية، جيد، بقاتل بهيدا المجتمع كل عمره على أنه مثلا كخلاف إسلامي إسلامي على أنه عبر وأبو بكر وعثمان على حق، علي أخطأ، الحسين أخطأ، يزيد على حق، ما بينتبه أنه ربه أو ما يسمى بربه ميزه عن 2 مليار بني آدم غيره، بني آدم مصطلح ديني، بني آدم عن 2 مليار بشري غيره أو 3 مليار أو 1000 مليار، ما بينتبه لهذا المسألة أنه أنت جيت بهيدا البيت بالذات وأنت على حق وأنت عم بتقاتل أنك أنت على حق وما عم تسمع للآخر، ممنوع يسمع للآخر. ليه؟ العنصرية من أسس الدين جان، بمجرد ما أنه المتدين سمع للآخر كون أكيد بده يصير عنده ضعضع بمواقفه، كون أكيد. أنت بالأمس كنت مسلم، أنا بالأمس كنت مسلم، استمعت لأفكارك وأخذتها بروح رياضية، اليوم مني مسلم، أنا مش مؤمن برب الهدين، بس العنصرية بيزرعوها براسك حتى يمنعوك تسمع للآخر، حتى يحافظوا عليك، حتى يحافظوا عليك ويسيطروا بشكل مباشر عليك من دون ما تحس، من دون ما تشعر. خلاص كفار بالجهنم، مسيحي بيعبد الصليب، مسلم يعني عم تتمسخر عليه بعبد الصليب، ما أنت بتدور حول الحجر، بيستهزئوا ببعض. يعني امبارح كنت عم بحكي في الموضوع، بيستهزئوا ببعض وهم مهزلي، يستهزئوا ببعض وهم مهزلي. اليوم أنا بس بدي هاجمك يا جان، مفروض أني ما يكون عندي ثغرات قاتلة، مش ثغرات عادية، ثغرات قاتلة. شو يعني ثغرات قاتلة؟ بس إجي يقول أنت بتقعد بترك على الصليب مثلا، بدي أحكي على التنافس العنصري بين المسلمين والمسيحيين، أنت بترك على الصليب فبيطلع فيه التاني بتمسخر علي، ما أنت بتروح بتدور حول الحجر وبوز بيقعدوا بيتمازلوا ببعض، انت بتبقى قاعد هيك حطيتك على خدك قاعد هيك القعده وعم تسمع لهم، مبسوط فيهم، مبسوط فيهم، بتطلع بخلاصه، بتطلع اوتوماتيكيا بخلاصه انه هول اثنين مجانين مستحيل يكونوا عاقلين. انت عم بتهاجمه وانت عندك نفس المساله، انت بتضحك على البوذي انه عم يعبد صنم بوذا، طب ما انت عم تعبد صنم المسيح اللي هو الصليب، بيجي بيقول لك لاهوت وناسوت والى اخره، يعني انه له تفسير فلسفي ليس بمنطقي انما فلسفي، مثل موضوع الروح تفسيرها فلسفيا يعني. فبتلاقيه خلص متكمش بما ربي عليه، متكمش يعني. حتى الملحد بعض الاحيان هذه صرت ملاحظها انا كثير، يعني بتلاقيه عم بيهاجم الدين، فبيلاقي شخص مسيحي عم بيهاجم المسلمين،
تتحرك داخله العصبية العاطفية، فبتلاقيه بينتقل من مهاجمة المسلمين بلش يهاجم المسيحيين. ليه؟ لأنه حس أنه التركيز على المسلمين. ليه؟ رغم أنه ملحد. تتحرك بداخله العنصرية العاطفية، حتى بالعاطفة يوجد عنصرية. الأم عنصرية بالتمييز بين ولد وولد، وهو مش موضوع شامل طبعا، لأن عم نحكي بمرحلة من المراحل. أنت اليوم عندك 3-4 أولاد، ولدك الصغير مميز عندك، هي عنصرية. إنما لا تقارن طبعا، حتى ما يفهم كلامنا غلط، لا تقارن بعنصرية الدين. الدين مشكلة، وكل دين جون إجا بشكل يعني ضرب لك الدين أكبر تمثيلية. ليه؟ كل الأديان إجت منادية بالأخوة والمساواة وتحقيق العدالة الإنسانية تحت غطاء شيء اسمه الشرائع السماوية اللي نزلت بالباراشوت، قرآن، إنجيل، توراة، كله نزل بالباراشوت. هذا الباراشوت هو جبرائيل. تعرفوا الباراشوت شو هو؟ هذا بس ينطوا بالمظلة من طيارة يفتحوه، عرفتم؟ كل هذه الكتب السماوية نزلت طيارة. بتعرف المصطلحات هاي؟ لا نشرح لك المصطلح. هذا الباراشوت طيارة الحربية، بس مظلي أوكي مظلي. فهذه الشرائع السماوية يعني الأديان إجت تحت عنوان منادية بالأخوة بالمساواة بتحقيق العدل الإنساني تحت غطاء شيء اسمه شرائع سماوية نزلت من السماء بمظل. والشرائع الحاكم صاحب التشريع يعني من موسى لعيسى لمحمد ميز قومه مثل ما بيطلع مثلا معمر القذافي بيقول يا شعب ليبيا العظيم، مثل ما بيطلع بمصر مثلا حسني مبارك قديما يا شعب مصر العظيم، مثل ما بيطلع بسوريا مثلا يا شعب سوريا العظيم. ميز، او بالعراق عشان ما يقولوا انه حكينا على الموضوع. كل الخطاب في فن ما بننتبه له نحن، انما هو له تاثيره النفسي، تمييز شعبك، تمييز التابعين لك للسيطره عليهم. اجى التوراة قال لهم انه انتوا القصه كلها وانتوا الفيلم كله وانتوا المسرحيه كلها. راح التوراة، اجى هذا عيسى بده يعمل ويساوي بالتوراة، بده يصلح، بده يعدل، قالوا له طويله معك، صلبوه. كمان ميز وقال لهم انتم ملح الارض، ميزهم، اعطاهم تمييز، نحن القصه كلها. اتى محمد كنتم خير امه اخرجت للناس. هلا بدناش نفوت بالتفاسير، بس رد سريع عشان ما نلعب على الكلام ويجتزأ من الكلام. المسيحيين بيقولوا انه انتم ملح الارض، معنيه بالناس اللي كانت مع عيسى ابن مريم، معنيه بس بالناس اللي قد احد التفسيرات اللي بتقول انه المعنيين بس الناس التي كانت موجوده مع عيسى ابن مريم. يعني حتى عيسى ميز 12 شخص عن باقي الناس، العنصريه الموجوده عنده ميز اتباعه. اذا صح هذا التفسير، انا ما حهاجم، انا عم بطرح فكره، اذا صح التفسير بانه عيسى قال ل 12 شخص اللي كانوا معه انه انتم ملح الارض، اذا حتى هذا عيسى ميز التابعين له فقط. هذا يسوع الدلوع يعني قصة فيلم بدناش ندخل فيها، لا خلينا بموضوعنا عشان ما يبطحوا فينا على الأسئلة والأجوبة. كلنا جون عنصريين بشيء بسيط، إنما تختلف عنصريتنا من شيء إلى شيء. أنا مثلا عندي 3 أبناء، أنا مش عنصري مميز، إنما هي عنصرية إن مميز آخر الأبناء بدلعه تحت عنوان. ليك في كلمة يمكن بتختصر موضوعنا، هذا السؤال بتختصره بكلمة موجودة بمجتمعنا بشكل كثيف ما بننتبه لها. شو بيقول لك؟ مسيحي بس منيح. ما في زمارقة معك هاي. مسيحي بس منيح، ابن بيت، آدمي بس مسيحي. أصلع بس ابن حلال. بالضبط، إخواني بس محترم، يعني مسلم بس محترم. ليك هذاك الليبرالي بس بيصلي. هي ست، هي بنت بس اخت الرجال، تمييز. هو فلاح بس عنده ذوق. هو صعيدي بس بيفهم. هو ابوه بواب بس طلع الخامس على الجمهورية بالامتحانات. هي سمرة بس حلوة. هي محجبة بس كلاس. هي مش محجبة بس محترمة. هو مجتمع عنصري بس ما حدا منتبه. هي مجتمع عنصري بس ما حدا منتبه. وهذه المصطلحات تتداول، هلا انا وياك بنحكي فيها ما بننتبه، هلا انا وياك ممكن نذكرها بدون ما ننتبه، انه لك هو مسيحي بس بيفهم. انتبهت؟ في كلمات قاتله، انما نحن ما بننتبه لهذه الكلمات، او عجنا جان
بمجتمعنا، ربينا هذا المجتمع على هذه الأقوال أو هذه التمييز من دون ما نحس. الدين ليس المجتمع، المجتمع محكوم للدين. المجتمع الشرق أوسطي، أنا ما بيهمني العرب، العرب يروحوا يحكوا عن حالهم. المجتمع الشرق أوسطي يلي نجح الإسلام بتغيير صورة التاريخ وجعل من لبنان وسوريا والأردن وحتى فلسطين مثلا جعلهم عرب، ونحن لسنا بعرب، نحن لسنا بعرب، ما خصنا بهذا الشغل يلي هنيك شغل. نحن شعوب أخرى وشعوب ذو حضارات أخرى بعيدة عن العرب، إنما الإسلام شوه التاريخ وقت اللي دخل جان ودمج، بطل في شيء اسمه يعني اليوم في عندك الدول الإسلامية، يعني في مصطلح الدول الإسلامية مش الدول العربية، لأنها محددة من هي الدول العربية أو معروف شو هي أصول الدول العربية، بس الإسلام شمل الدول التي ليست بعربية. طب أندونيسيا مش عرب بس مسلمين، بس أندونيسيا مش عرب بس مسلمين، بنغلاديش تركيا يعني شملهم الوصف بالدول الإسلامية لا يدفنوا تاريخ المنطقة العربية أو الدول الألمانية بالعربية. وهذه واحدة من العنصريات، التمييز، ميزوا الموضوع بأنه هم مسلمين وهنيك مسيحيين. وبالزمانات أوروبا أيضا، بالزمانات أوروبا أيضا الكنيسي يعني أيضا أوروبا المسيحية، من وين لوين أوروبا مسيحية؟ ما خاصة بالمسيحية أوروبا يعني، أو لو أوروبا مسيحية كنا هلا ما عم نقدر نحكي مع بعض يعني على اللابتوب يعني، لأنه كان هرطقة هذا، عرفت كيف؟ يعني كان بده يخترع اللابتوب، لك شو هاد؟ لابتوب بيحكي يا زي هرطقة، خوزة أولى الزلمة كانوا صلبوه يعني مثل ما عملوا بباقي العلماء يعني. كلهم ما زمت حدا جون منهم يعني، ما زمت حدا منهم يعني. للأسف أخي دانيال، يعني أنا هلا عشت بأوروبا وعشت بالشرق الأوسط طبعا موطني هيك، فالكم العنصرية الموجود عنا بالشرق يعني شيء عجيب، وهو سبب الدين يعني. هلا بأوروبا مثلا الدول العلمانية اللي تعتمد بنظام الحكم عندها على النظام العلماني، في عنصريين بكل تأكيد، بكل مكان في عنصريين، في نسب عنصرية كمان، بس بتلاقي النظام العام مو عنصري. النظام العام يعني ينظر لكل المواطنين كأسنان المشط يعني، ما عندهم زيد وعبيد يعني. حتى مثلا هلا هون ببريطانيا رئيس الوزراء ذات نفسه يخضع لكل القوانين يعني. فالمشكلة عنا هي عنصرية دينية بحتة. الحروب اللي عم بتصير عنا ابتداء من الصراع العربي الإسرائيلي خلينا نقول، أو وهل الصراعات اللي عم نشوفها كلها وراء يعني عنصرية دينية بحتة. طبعا أنا قلت أنه تختلف العنصرية من إلى يعني، أنت عندك عنصرية الأم مثلا، عنصرية شوي البي، عنصري شوي 1-2%، هذه عنصرية عاطفية، عنصرية عاطفية يعني بنجي للتبرير. ليش أنت بتميزي ابنك الصغير عن ابنك الكبير؟ بتقلك أنه هذا الصغير بعده كان بده رعاية أكثر. هي عنصرية بالمصطلح هي عنصرية، ما في جدال الموضوع، إنما تختلف هل الأم ما بتسمع لابنها الكبير بتسمع لابنها الصغير؟ لا، بتسمع للكل. هل الأم إذا شافت ابنها الكبير جوعان ما بتطعميه بالطعم الصغير؟ لا، بتطعمي الكل. هل الأم بتعمل طبخة لثلاثة أربعة وللصغير بتعمل له طبخة خاصة بالبيت؟ لا، بتعمل طبخة واحدة للكل. إذن هي عنصريتها 1% من أصل معنى العنصرية. أما الدين عنصرية قطعية ما في مجال للنقاش فيها، ما تسمع للآخر ببساطة، ما تسمع للآخر. يعني أنا ربيت بمجتمع مثلا، خليني أحكي عن نفسي مثلا، في واحدة من المسائل بقول لك يا خال شو موضوع المسيحيين لك؟ كتابهم محرف. تعال كتابهم محرف. بروح أنا عم بحكي مع مسيحي، كتابكم محرف، خلصنا، خلص الآلات حجم الأمور، الآلات حجم الأمور، ما في شيء تاني، انتهينا، كتابكم محرف. طب وبحمل هذا القول وبمشي فيه، بحمل هذا القول وبمشي فيه، لا تفكير، لا بحث، لا تدقيق، لا قراءة، لا ولا شيء، خلص ولا شيء. وصلني خبر من خالي اللي هو شيخ انه كتابه محرف، هولي جماعة زعران، انتهينا، هولي جماعة زعران، ما في مهم، ما في امام يعني، ما في اسلوب البحث المعرفي على الاطلاع. هذه هي العنصرية الدينية. والدين بلا عنصرية بنفسه يسقط، مستحيل يستمر. والدليل اليوم، هذا اكبر دليل اليوم، اليوم في شيء اسمه فيسبوك، تويتر، هانج اوت، هالقصص هيدي، مواقع التواصل الاجتماعي،
اصبحت انت عم تطرح فكره عم بتقول قالت بين معي انه هذا يسوع شخص مش طبيعي. كان في ناس عم تيجي تشكمك، بس من بين قول من بين كل ألف واحد في شخص اجى عم بيناقشك، هذا هو المطلوب انه يناقشك. ناقشك مره 2 3 4 تابع لك منشور 2 3 4 وصل لنتيجه انه في شيء خطا، في شيء خطا. اتجرد من العنصريه، انما بيضل يملك شيء اسمه العاطفه، وهذه هي الموضوع الخطر، العاطفه. لانه نحن بنتعامل مع مسائلنا كلها تجد بالعاطفه. اي موضوع بدنا ننجح بالبحث فيه، اولا علينا التجرد من العنصريه، ثانيا علينا التجرد من العاطفه. مثل القاضي بالمحكمه بيجي قدامه شخص مقتول، يعني بيجوا ناس بيقولوا فلان قتل فلان مثلا، القاضي ما بيعني القاتل والمقتول، القاضي اللي بيعني القضية التي أمامه، بيتجرد عن العاطفة، ما بيتعامل معه كإنسان. يمكن يطلع المقتول معتدي بنظر القاضي نتيجة معطيات، لو حكم عاطفته القاضي أو شغل عاطفته رح يطلع المقتول مظلوم، إنما المعطيات بعكس هذا الموضوع. المتدين يتعامل مع الموضوع بهذا الشكل، يتعامل مع الدين بأنه الدين عاطفي عاطفي عاطفي. ليش عم تحكي عن النبي هيك؟ ليش عم تحكي عن عيسى هيك؟ ليش عم تحكي عن فلان هيك؟ ليش عم تحكي عن انتبه؟ يا حبيبي اقرأ، اقرأ أنا شو عم بكتب، طيب أنا إيشني باللي كتبته؟ كذب ما كتبته أنا، أنا عم أقول أنه أنتو جماعة كذابين، الموضوع مش هيك، الموضوع هيك. أنت عم تقلي في الله، أنا عم لك ما في الله، مش تجي تقلي لعنة الله عليك ستدخل إلى جهنم. شو عملت أنت؟ أنت إنسان فارغ، أنت إنسان فاشل. تعال اتناقش انا وياك بموضوع في الله ولا ما في الله، محمد كان نبي ولا محمد ما كان نبي. لكن العنصرية الموجودة تفرض عليه جان انه ما يسمع لك، مستحيل يسمع لك، من انت حتى يسمع لك؟ من انا حتى يسمع لي؟ بالضبط بالضبط. يعني موضوع انجيلكم محرف عند المسلمين، يعني يتبجحون بهذه الكلمات انه يا أخي إنجيلكم محرف. وأنا لا أدافع عن المسيحية طبعاً، المسيحية لا تعني شيء بالنسبة لي، خرافة أخرى يعني. بس المسلم لما بيقول إنجيلكم محرف، يعني في سؤال بديهي يطرح نفسه مباشرة، يا أخي أين التحريف؟ أعطينا أين التحريف إذا بتقول محرف؟ ما عنده يعني، لا يفكرون أصلاً بالجواب المسلمين. على كل أخي خليني أعقب لك على شغلي. أنا بعض الأحيان بحب كون استفزازي بالحديث حتى الآخر ينتبه أنا ليش عم بستفزه. الأسلوب الاستفزازي أسلوب خاطئ، إنما مطلوب ببعض الأحيان حتى تلفت نظر المستمع لمسألة. اليهودية بدأت بالعهد القديم توراة وإلى آخره بشرائع، شرائع شبيهة بشرائع الإسلام. الفرق بينهم يعني ضئيل جدا جدا، إذا بتراجع الشرائع اليهودية بتلاقيها متطابقة على الشرائع الإسلامية. وحتى اليهود ما بيأكلوا لحم الخنزير مثلا، بالضبط. هذه من هذه المسائل يعني. الخمر محرم عند اليهود، الخمر محرم عند اليهود. إجا شخص اسمه عيسى بن مريم، قال لهم قليل منه يفرح قلب الإنسان. بمفهوم اليهود هيدا الرجل تعدى على معتقد اليهود، نبي مش نبي، الله شخصيا ما بيفهموا الجماعة، عنصريتهم ما سمحت لهم يفهموا. مثلا عم نحكي مثلا مين هيدا، بمين هيدا، خدوا اصلبوا. عرفت كيف؟ اخدوا وعملوا فيه اللي عملوا فيه. هلك بدي اقول لك نكتة اخر الحديث، بقول لك اياها ان شاء الله، نكتة بشعة يعني الموضوع اصلبوه يعني. المهم اذا بشعة خبيه لا مش بشعة، هي حلوه بس انه مزعجه شوي. المهم اتى المسيح بالشرائع اليهوديه الرجم موجود، رجم الزانيه. اجى المسيح وقال لهم وقفوا الزاني. اذا هيدا الرجل بالمفهوم اليهودي تعدى على شرائع اليهود تحت اسم أنا ابن الله، وأنا الله شخصيا ما بعرف بعد اليوم، يعني صارنا عمر عم نبحث هو الله هو ابنه هو الروح، ما عم نفهم ولا بدنا نفهم هذا الموضوع خلص. يعني ما وصلنا لمرحلة ما عادش بدنا نحكي بموضوع هو الله ولا ابنه ولا الروح، يعني حيصير عنا عادي نفسي من الموضوع ما عم نفهم أي واحد فيه هو، ما بدناش نعرف خلص. هن ثلاثة بواحد يسو بس نعم. فأنا خلص أنا موافق على أنه هن ثلاثة واحد، ما في عندي مشكلة بالموضوع. هيدا الرجل تعدى على هيدي الشرائع،
تعدى على هذه الشرائع، مثل ما نحن هلا بنهاجم الشرائع الإسلامية المسيحية اليهودية. عيسى ابن مريم نفس الموضوع، اجا متعدي، هو متعدي على الشرائع، ناس مؤمنة بهذه الأحكام، جاي انت بتقول لهم انا نبي، انا ابن الله، انا الله، ما بعرف شو قال لهم، بدي بطل هالقصة هاي، بدنا ننزل شرائع جديدة، قاموا اخذوه وعلقوه على الخشب، خلصوا منه يعني. طيب هو المتعدي عليهم. مع مرور الوقت نشأت شيء اسمه الديانة المسيحية، وضعفت الديانة اليهودية، صار فيها استضعاف للديانة اليهودية. ليه؟ لأنه الديانة المسيحية بهذاك الوقت جان أتت بشرائع تتوافق مع الإنسان، مع تطور الإنسان. بمعنى ليش عم ترجموا الزانية؟ خلاص تركوها منا لالله خي، تمام؟ ليش عم بتحرموا الخنزير؟ ما في شيء مبين غلط بالخنزير، كلوا، وكل ما يدخل بفم الإنسان طاهر، بمعنى آيات الإنجيل يعني. فتناسبت مع المجتمع هذه الآيات، تناسبت مع المجتمع، هذا الكلام تناسب مع المجتمع، هذا القانون تناسب مع المجتمع، فنشأ هذا المجتمع المسيحي. أتى الإسلام، أتى محمد. تبي لعملوه اليهود بعيسى، المسيحيين عملوه بمحمد. هقول لك كيف. أتى الإسلام قال لهم الخنزير حرام، تعدى على الشرائع المسيحية، الخمر حرام فاشتربوه، رجس من رجس الشيطان، أيضا متعدي على الشرائع المسيحية. يعني الله بعث لنا قانون، جيد، الله بعث لنا قانون، بعد بيومين لغى القانون من نبي لنبي، يعني صارت القصة أشبه بهيك أكثر. راحت المسيحية لأبعد من هيك، محمد ليس بنبي، يعني راحوا لأبعد من هيك، بما أنه الشرائع بطلت متوافقة مع الشرائع المسيحية، ذهبوا إلى نفسه لهذا الرجل، خلص مستحيل يتقبلوه، أنت جيت بقانون جديد، محمد أتى بقانون جديد، مستحيل يتقبلوه. هلا احنا بعدنا ضمن موضوع العنصرية الفكرية جان، عم نحكي عن موضوع العنصرية الفكرية. هيك الأديان ألغت بعض البعض ودمرت بعض البعض. هلا اليوم المسيحي مثلا، أنا مش أنا عم صوب على موضوع المسيحيين لأني بالمجموعة اللي 3 أيام متفرغ بس للمسيحيين، لأنه حسيت إنه المجموعة أصبحت مسيحية وهي مجموعة إلحادية ونحن إدارة إلحادية، عرفت كيف؟ عم حاول رجع لون الموضوع. اليوم المسيحيين مثلا، هذا رشيدوف، عرفته لرشيدوف، الأخ رشيدوف، بيقول لك معقول المسلمين بيؤمنوا إنه محمد قعد ببطن أمه 4 سنين؟ لا مش معقول. بس معقول أنت بتؤمن إنه في مرة خلفت بلا زلمي؟ بالضبط. ما عليه صباحه، يعني صباح الخير شوي، يعني احترمنا شوي، احترم العقل، شو بدي بالمسلمين وشو بدي بالمسيحيين، احترم العقل. طيب اليوم بيقول لك معقول النبي تجوز 9 نسوان؟ لا مش معقول يا رشيدوف، انا مدلع رشيدوف يعني، هو اسم روسي يعني، هو رشيد. لا مش معقول. بس معقول انت مؤمن بانه سليمان تزوج 700 امرأة؟ يعني مؤمن بشي يعني، كيف التناقض هذا؟ بيقول لك ما هو ما دخل عليهم، هل هو دخل على 700 مرأة؟ معقول نبي ارتكب حرام؟ أين حق المرأة بالدخول عليها؟ حتى التبرير فاشل يا رجل، التبرير فاشل. بيقول لك سليمان تجوز أو ملك 700 امرأة، بس هل هو دخل عليهم؟ يا أخي ما جوزاته هون، حق الشرعي بجميع الشرائع الإبراهيمية أنه جماعة، عفوا على التعبير يعني، إذا في بنات بيستحوا مسلمين، حق الشرعي أنه جماعة. هل هيدا النبي المعصوم من عند ربك، الممثل الرسمي لربك على الأرض؟ النبي هو الممثل الرسمي لله، هذا هو النبي. يعني شو هو النبي؟ النبي هو الممثل الرسمي لله. هل الممثل الرسمي لله على الأرض ارتكب كذا وكذا وكذا وارتكب خطأ من طرف؟ فإذا في تناقض بالناقد، عنده الناقد يملك كم كبير من التناقض، إنما العصبية أنت لك، وبرجع بكرر، والتعصب الفكري جان يمنع من الإقرار أو الكلام بحقيقة الأمور أو التجرد بالتفكير. وطرحت مثل عن هذا الأخ رشيدوف يعني، إنه بيقعد بيهاجم محمد، روح يا حبيبي اقعد ببيتك، روح اقعد ببيتك، شو بدك بهالقصة؟ أنت ما خصك بهذا الموضوع، أنت مؤمن بأنه الله تجسد بإنسان والله نحط على خشبة وأكل قتلي بالشارع بشوارع فلسطين، انضرب هذا ربه اكل قتلي بشوارع فلسطين، تصحصح له يعني من الاخر، بفهم علي يعني. انا بعدني شوي دانيال، يعني مشان ما ناخذ السؤال هذا اخذ وقت كثير، ف يعني برايي انا هلا الحراميه لما بتقتلوا او لما بده يجوا يتقاسموا السرقه بتبين مين الحرامي، يعني لما الحراميه بتقتلوا بتبين الحقيقه، وهي اللي صاير بين الاسلام والمسيحيه يعني 100%. هذا الكلام 100%. بس يبلش الحرامية يقسموا السرقة تطلع الريحة، هيك بنقول ببيروت يعني. بالضبط. هون الحرامية عم يهاجموا بعض، نحن مبسوطين.
ده انا بالنسبه لي رشيد نص الملحدين الحدوا بسبب رشيد بتشكر ولي عرفت كيف نص بص يعني انا بضق وحيي للاخ رشيد اشتغل شغل انا بس زي بعقولنا بدعي يكمل لانه في ملحدين عم يلحدوا يعني عرفت كيف في ملحد في واحد عم يخرج من الاسلام عم بيحط عفوا حننهي بهذا الجزء بهذا الكلام عم بيحط اجره عند المسيحيين بده يفوت عم يكتشف انه في ناس اللي عم نحكي اللي عم نحكيه انه يا اهبل يا هبيلي مؤمن بكذا مش مؤمن انت مؤمن بكذا وعم بتهاجم كذا لا او الاثنين في شيء عندهم غلط والاثنين مش مزبوطين عم يرجع لورا عم بقول لك انا لا ديني او انا ربوبي او انا خلاص ما عاد مؤمن بهالقصه كلياتها انا ملحد بالعكس رشيد عم يخدمنا رشيد عم بيساعدنا الزلمه بيساعدنا بشكل كبير يعني اعتذر انا باسمي وباسم الملحدين كله اتشكر الاخ رشيد طبعا على دانيال تتعدى العنصرية الدينية التمييز بين أتباعها وبين أتباع بقية الأديان لتصل لمرحلة التمييز بين البشر على حسب الألوان وعندي هنا مثال من الدين الإسلامي بيقول المثل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سورة آل عمران طيب 106 يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة سورة الزمر آية 60 فالسواد هنا كان نوعا من العقوبة يعني بعند الله لا السواد هنا عنصري كمل السؤال بعد إذنك دانيال كمل السؤال فما ذنب سود البشرة في الحياة الدنيا حتى يعاقب بهذا وقال صلعم اسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري طبعا هون ويا ريت تحكي لنا عن هذا النوع من العنصريه يعني اذا يعني الدين هو اللي 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 يتعنصر على الناس بسبب اشكالهم او لون البشره خلينا نقول بحسب النص العنصري هون هو الله العنصري بحسب النص او اللي قراته هو الله والدليل انه قام بوصف اللي حيفوتوا على جهنم او الكافرين بالوجوه السوداء هل البشرة السوداء معناتها بشرة قبيحة بنظر الله؟ سؤال نسأل سؤال نحن هل الأسود إنسان قبيح بنظر خالقه؟ هل الخالق يعتبر الرجل الأسود إنسان قبيح؟ هل الخالق يتعاطى بالأمثلة مع العبد بأنه عبد؟ أليس الأبيض من استعبد الأسود؟ مش الأبيض من استعمل الأسود؟ هو شو خاص يعني هذا التضارب أو النص المتضارب ببعضه يوم تسود وجوه شو يعني تسود وجوه لأنه ده نفهم خليني اشرح لك شو يعني تسود وجوه يعني الأسود إنسان حقير عفوا يعني حقير الأسود إنسان منبوذ رب العنصرية هذه الآية آية عنصرية بكل معنى الكلمة بكل معنى الكلمة أعتقد هذا الإله يعني يكون ضرت مرته هي اللي خلقت السود لذلك هو مش يعني هذا نص عنصري بأمه وأبوه يعني يعني كيف يعني تسود الوجوه كيف شو يعني شو المقصود بتسود الوجوه يعني يتحول لنيجر يعني يصير واحد مثل يعني الشعوب الأفريقية بالصومال هذول يعني شو قصتهم هول البشر مش إذا جينا للمنطق المؤمن هيدي ناس مش مخلوقة من خالقك هذه الناس مش مخلوقة من خلقك بعدين وين قضيتهم هول الناس السود الأبيض من استعبدهم وهذه حقيقة ما فيناش نطلع منها يعني مثل ما الأبيض استعبد الهنود الحمر وطردهم من ديارهم بأمريكا مثلا يعني هي واحدة من الحقائق طب وين ربك ربك وين ما يتدخل مثلا وين ربك ما رفع العبودية عن هذه الناس يعني اعطيني شرائع من الشرائع الإبراهيمية رفعت العبودية عيسى أمر العبيد بإطاعة المعبود العابد عيسى أمر على العبيد بنص أنجيلي تسمعني أمره بإطاعة العابد اوعى تصور عليها اوعى كذا اوعى كذا اوعى كذا فهمت علي أمر بإطاعته ومحمد ما في شريعة إبراهيمية أتت تتكلم عن نص تحرر العبيد أو حرروا العبيد أتت أحاديث ما في نص تشريعي يعني بس نقول نص تشريعي يعني قرآن إنجيل توراة ما في ليه لأنه لو تفوه أحد الأنبياء بهذا الحكم لقتلوه بخمس دقائق رجال الأعمال أصحاب المال المسيطرين كانوا قتلوه أنت أصبحت عم بتهدد سلم وعم بتهدد أمن بالداخل من جوا يعني لذلك كانوا قتلوه بكل بساطة
بيقتلوه بيمنعوه. مين ما يكون قرشي بيقرب عيسى يوسف النجار، بيقرب يوسف الحداد، ما بعرف الألقاب، مين ما كان يكون بدهم يقتلوه، بدهم يقتلوه، ما في شيء تقلب الموضوع. تفهم لأنه مس بالأمن، بالأمن. عيسى المرحلة التي أتى فيها كانت أقل عنصرية أو أقل وطئ بالعنصرية إلى أسباب، أنه عيسى ما أخذ المجد الذي أخذه محمد. الآيات التي أتى بها عيسى هي ذات الآيات التي أتى بها محمد بمرحلة المدينة، لا تختلف عنها، محبة، سلام، كذا كذا، مرحلة مكة عفوا، محبة، سلام، ادعي إلى ربك بالموعظة والكلمة الحسنة، واواوا. انتقل من مكان إلى مكان، مدينة تتعانى من تخبط سياسي، ذهب إلها الرجل لهنيك، ما في قائد، راجع التاريخ اقرأ، ما في قائد. وصل محمد، استقبلوا لمحمد وعينوا، فجأة الرجل لقى حاله مثلا، يعني بحسب السيري، أنا أتكلم اليوم عن السيري، ما عم بحكي كلام من راسي، أنا عم بقرأ التاريخ، السيري، السيري ومسند بأحاديث، وهذه السيري إسلامية مش السيري لا يهودية ولا مسيحية. طيب صنع هذا الجيش ورجع، خلينا نحكي شو صار هو راجع على مكة. هل بيعرفوا الأحداث اللي حدثت بطريق رجوعه على مكة هو والجيش؟ ما حدا بيعرفها، ما حدا بيتجرأ يحكي فيها. نورنا أخ دانيال. ما بيتجرأ يحكي، جرائم، مجازر، مجازر حصلت على الطريق وهو راجع. كل من قال له لا، تم قتله، تم قتله، قرى يعني قبائل تم إبادتها. التاريخ الإسلامي أجبن من أنه يذكر هذه المواضيع، تاريخ جبان حقير لا يتجرأ على ذكر هذه المواضيع، لا يتجرأ على ذكر هذه المواضيع. شو عملوا الصحابي، شو عملوا الخلفاء من بعد محمد، جبناء ما بيتجرأوا يذكروا شو صار، حروب الردة، حروب الجمل، صفين، معارك فيها مجازر، فيها إجرام، فيها داعش بكل معنى الكلمة، بيخافوا يذكروا. على فكرة صحيح التاريخ الإسلامي جبان ما بقدر بذكر هالأحداث، بس لعيونك رح نذكرها ورح نفصلها تفصيل كمان. أنا عندي بالقناة، بكرة بدي إياك تشارك على القناة تاعيتك، يعني حأعطيك الفيديوهات ترفعها مع قناتك لأنه أقوى من قناتنا، وبعدين بنعمل لهم مشاركة من عندك. نحن عم نحضر 30 حلقة شبيهة باللي عمله حامد عن التاريخ الإسلامي من المصادر الإسلامية، كنا على أساس نبلش فيهم بهذا الشهر بس تأخرنا لضعف المعلومات والمصادر، يعني جبنا كتب كتير، يعني الشباب بعتوا كتب كتير، إنما في وقت شوي بدك تقرأ بدك تتفحص. فهذا الموضوع نحن مخصصين له 30 حلقة مثل ما عمل إسلام البحيري فيهم، يعني نحن محضرين له حلقات مرتبة وباستديو كمان، هنكون قاعدين باستديو وحنحكي على رواية. طب برجوع محمد من المدينة إلى مكة، العنصرية الفكرية قادته بحسب التاريخ الإسلامي والمدونات إلى ارتكاب مجازر بالطريق، هو راجع مجازر. هلا بيجي بيقول لي دخل إلى مكة ما عمل شيء بمكة، يا حبيبي مكة، مكة لإله، مكة لإله، فأكيد مش حيجزر فيها لمكة، قال له نذهبوا فأنتم الطلقاء، هذول إرابته، هذا الربع، نحن بنقول له الربع تعوله، يعني الحاشي تعيته، كيف بده يجزر فيها؟ وعندما رجع ظهر شيء اسمهم الصحابة. من إن الصحابة؟ ناس اختلفوا مع محمد بمرحلة من المراحل، ناس بدعوة محمد المسمات بالدعوة السرية، وهي ما كانت دعوة سرية، محمد كان عم يدعي، والدليل وجود أشخاص دخلوا معه بالدعوة، بما يسمى بالدعوة السرية، الكذب بأنه هي دعوة سرية. في ناس ما آمنت فيه لمحمد، محمد كان عم يلقي شعر عليهم، السجع اللي هي الآيات، ما أنا بسجع، صاروا يتهموه بالسحر. يعني بس دانيال بعد إذنك، مسألة إنه الدعوة السرية اللي كانت عندهم، يعني هل من المعقول يكون في 350 60 إله بمكة ويعني وقريش ما تمنعهم يجي يمنعوا محمد إنه يساوي لحاله إله؟ فهذا أكبر دليل إنه دعوته أصلا ما كانت سرية، كانت علنية، بس هن سووها على مشان سووا لها دراما، يعني على أساس نعم 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 الموضوع دراميتيك، يعني نحن نقول لهم بالروسي دراميتسكي، يعني موضوع يعني لك شعانة، لا مش مزبوط هذا الحكي. محمد أجهر بدعوته وراحوا، راح على لخديجة، صار معي واحد ثلاثة، قالت له مشي معي، أخذته عند رجل مسيحي اسمه ورقة بن نوفل، قعد هو إياه. محمد ما حدا قال له أنت نبي، ورقة بن نوفل وخديجة اللي قالت له أنت نبي، انتبه لهذه المسألة، هم اللي قالوا هذا الرجل كلمك جبرائيل، هن اللي قالوا له أنه كلمك جبرائيل، محمد ما معه خبر، ما
محمد ما معه خبر. وخرج الرجل وبلش يحكي وبلش يقول وبلش يقول. وألد أعداء محمد، مين كان ألد أعداء محمد؟ عمه خيبيه. مش مؤمن بهالموضوع ليه؟ أنا اليوم وقت لعمي خيبيه عم يطلع عم بيقاتلني أو بيه، في شيء خطأ عندي مستحيل. أقرب الناس لمحمد قاتلت محمد، هذا بالتاريخ موجودة. أقرب الناس لمحمد قاتلت محمد، وما لم تكن مؤمنة برسالة محمد أو بموضوع محمد. طب ليه ما في علامات استفهام بدها تنطرح هون؟ السبب شو هو السبب؟ ليش أقرب الناس لمحمد ما كانت مؤمن بمحمد؟ هل كانت هيدي الناس عندها علم أو يقين بأنه محمد مريض نفسيا؟ عم نسأل سؤال، نحن ما عم نهاجم، أنا عم بطرح سؤال. هل هيدي الناس كان عندها علم ويقين أنه محمد حكي كله فاضي فاضي؟ عم بحكي على أقارب محمد. أيمتى هيدي الناس، متى هيدي الناس آمنت بمحمد؟ بعد ما رجع محمد من المدينة، رجع معه مدافع، رجع معه طيارات، رجع معه كلاشنات، رجع معه قوة ضار بالرجل. مين بده يقول له لا؟ مين بده يقول له رجل كان معه؟ مقاتل، مقاتل. هذا تكذب بالتاريخ، هن بيكذبوا بالتاريخ. عادة بعشرة آلاف من أهل المدينة، كذابين منافقين. رجع بعشرة آلاف مقاتل من المدينة إلى مكة، مش بعشرة آلاف رجل وامرأة، عشرة آلاف مقاتل. رجع بجيش، عشرة آلاف مقاتل بالجزيرة العربية بوقتها، بتعرف شو يعني؟ قوة، قوة ما فيك ترتاح هذه القوة. عشرة آلاف مقاتل. وأرجع إلى تاريخ العرب، بتكتشف من إني أهل المدينة. على المستمع أن يقرأ تاريخ أهل المدينة. أكثر ناس أبادوا بعض الأهل المدينة، أبادوا بعض بالحروبات. ناس عندها خبرة قتالية عالية، ناس مجهزين قتاليا، مش أطفال ومش أولاد بيحمل كلاشن بينزل بده يقاتل معك بالشارع وبيقتلك بالغلط، لا، مقاتلين. المدينة بهديك المرحلة كانت تعاني من صراعات بين بعضها. فرجع هذا الرجل بطريق رجوعه إلى المدينة، تغير، عفوا، إلى مكة، تغيرت من آيات محبة عيت ابن مريم إلى آيات خاصة بمحمد، آيات الحرب والقتال والتنازع. خلص ما بقى في مجال للمحبة. هذه كانت العنصرية التي عاد بها محمد. رجع يصفي حسابات، رجع يصفي حسابات. اليوم في رئيس بالزمان الخميني نبذ خارج إيران. الخميني هو المرجع الشيعي بإيران. نبذ هذا الرجل خارج إيران وراح قعد بفرنسا. وقت اللي قعد بفرنسا كان عم بيحضر الرجل لبزنس انه يرجع على إيران. خلينا نشوف بعد ما رجع الخميني على إيران بالثورة شو عمل الخميني. علق شو عمل؟ ما خلى ولا معارض، كلهم زبطهم بالسجون. نفس الأمر حصل مع محمد. وقت اللي رجع جميع المعارضة تم ضربة، كل المعارضة تم ضربة، والمقربين منعا لسفك الدماء بين العائلة الواحدة أعفى عنه محمد، أو القبيلة الواحدة لأنه ولاء قبلي أعفى عنه محمد. إذا جينا نظرنا بعد ما مات محمد، إجوا عم يعرضوا موضوع بالسقيفة بني ساعدة، عم يعرضوا الموضوع، فشو بيجي رد أبو بكر عليهم؟ عم يعرضوا موضوع الخلافة. لا ينبغي الحكم، لأنه بمعنى ما بيخرج الحاكم لازم يكون قرشي. إجوا عم يعرضوا أنه حاكم مننا وحاكم منكم، قال له منا الأمراء ومنكم الوزراء، لأنه لا ينبغي الحكم يكون خارج قريش. شوف العنصرية، شوف العنصرية عندهم يعني. لحد اليوم يعني يا أبو بكر قريشي. يعني خلص، يعني إجوا ناس عم يطرحوا أنه محمد مات بحسب المصادر الإسلامية السنية تحديداً، لأنه المصادر الشيعية بتنصف هذه الروايات حتى أحد يجي يتزاك علي وعليك بعدين بالتعليقات، عرفت كيف؟ فنحن عم نحدد. لا، صرنا حافظينهم، يقول لك نحن عندنا الموضوع غير. أوكي خلينا نحن عم نحكي على الأغلبية الكاسحة، ألا هو الإسلام السني، هو أغلبية سياحة كاسحة، ما بنضطر للشيعة لأنه يعدوا أقليات، يعني شو بدنا نحكي فيهم؟ في ناس ما بتعرفهم أساساً. المهم، مات محمد. وفي رواية بتقول انه محمد قال لهم اتوني بكتاب اكتب لكم به ما بعرف شو الى اخره، لن تضلوا بعدي، جيبوا كتاب بدي اكتب لكم فيه شغله ما بتضلوا بعدي، يعني بدي احط لكم حاكم يمكن من بعد. فبيقوم عمر بن الخطاب عليه سلام الله، شو بيقول؟ بيقول ان الرجل لا يهجر، يعني بمعنى انه النبي خشخش يهزي، هي يهجر، لا بالحديث هي، نعم نعم، يهزي الى مصدرين، انما موضوع يهجر 31 مصدر، يهزي إلى مصدرين عدلوها، عملوها يهجر،
بس نفس المعنى بني. بس يعني كيف بدي اقول لك اكثر ليوني وجماليه جر اكثر مؤدبين. قال لهم هذا النبي خرف اتركوا. فبيقوم محمد بيطردهم، قال اخرجوا عني لا احل لكم التنازع عندي. طردهم، طرد الخلفاء من بعده اصحاب الحكم، قال لهم اطلعوا لبرا ما بيجوز لكم تتخانقوا عندي. اختلفوا ببعض يعني. بيموت، فبيموت محمد، بيبقى عنده بحسب الروايات علي بن ابي طالب مكفل بما انه صهره بدفنه وما دفنه. بيطلعوا الخلفاء بروحه بيجتمعوا بسقيفة بني ساعدة، وبيجي هذا الذكر هذا الحديث تعمل لك عنه علي، يلي بيقول انه لا ينبغي منا الامراء ومنكم الوزراء، انه الحكم لازم يكون فقط للقرشيين. عنصري، قول عنصري، ما في نقاش في صديق، قول عنصري ما في كلام، يعني بدنا نوقف عليه هذا القول، ما فينا نوقف عليه. يعني أنا عم أقول لك ما في حدا يحكم العالم الإسلامي إلا السوريين. طب ليه هالتمييز هذا؟ هل الأردنيين واللبنانيين والسعوديين والفلسطينيين وكل العالم أدنى من السوريين مثلا حتى عم تحكي هالكلام هذا؟ طب هات العنصرية؟ طبعا لا، مش أدنى يعني. مش نعم، مش أدنى الموضوع، مش أدنى الموضوع. هدول الخلفاء الراشدين شافوا أنه هني أصحاب فوقية بالموضوع، هني أصحاب الدعوة، هني من قاتلوا مع محمد، هني من فالإسلام بشكل عام هو عنصري، يمتلك تلك العنصرية. نرجع لعيسى بن مريم، لو أخذ عيسى بن مريم القوة اللي أخذها محمد ما كان حيفرش، إنما دغري عملوا السليمي معه اليهود يعني، عرفت كيف؟ لو عم يتعدى عليهم قال اليهود ما بيمزح معهم أساسا يعني، عبر التاريخ ما في واحد إجا قال أنا نبي إلا وقتلوه يعني، ما بيمزح. هو أظن ما طول 3 سنين يعني الزلمة. ما في إشارة تاريخية محددة يعني، الرجل دغري تم التخلص منه، ما أخذ المهلة. اليوم المسيحي شو بيقول لك؟ لو بده عيسى بن مريم لكان عمل لك، شو بدي بلو بده؟ أنا بدي باللي صار، جيد اللي بلو. هل لو أراد عيسى بن مريم لعمل لك، شو بدي بلو أراد؟ بدي باللي صار، ما تحكيني بلو. احكيني باللي صار، باللي صار انه هذا ابن ربك او ربك ما بعرف من هو هذا، بعمل لك في عندي صراع مع هذا الموضوع، يعني ما عم بفهم. خلينا نقول 3-1 يسو باس. هذا ما بتعرفها هذه الدعايه يسو باس، هذا دواء غسيل 3-in-1 يعني، هذا دواء فعال. المهم هو هذا عيسى كمان يعني دواء فعال للدماغ يعني، بينظف لك تنظيفي ما بتفهم. المهم بيقول لك لو اراد، يا حبيبي شو بدي بلو اراد؟ اللي شو صار معه هذا الزلمه، اللي شو صار معه هذا الزلمه، هذا الزلمه تصحصح له بشوارع جرسلين، بتعرف شو تصحصح له؟ صحصوح هذا بنضرب على رقبته، لطش كم كف على رقبته بشوارع، ما يزعل المسيحي من هذا الحقيقه، هذا الكلام، هذه الحقيقه. رب مسح في الارض بشوارع جرسلين، رمي على الارض ودعس على راسه بشوارع جرسلين، هل معقول هذا الكلام؟ بيجي المسيحي يا حبيبي ربك صار هذه الحقيقه، هذا النصوص من عندك مش من عند امي ولا من عند بي، ربك هيك انعمل فيه بشوارع جرسلين، يا متعصب يا متعصب فكريا، هيدي الحقيقه، هيدي الحقيقه. العصبيه الفكريه ما بتخليه، والعنصريه الفكريه ما بتخليه يشوف هيدي الحقيقه. ربك مسح في الارض، تعبير حقيقي ودقيق جون، ما انه تعبير مجازي، مسح الارض بعيسى ابن مريم بشوارع جرسليم. ليش بتزعل بس يجي يقول لك ان اليهود صحصحوا له؟ هيدي الحقيقه، هيدي. هلا لك جان لنقول، هلا انا عم بحكي انا وياك، في واحد ضربك مثلا، او واحد تعال اعطيك مثلا، خلي المثل علي، في واحد نصب علي، منيح؟ جيت انت لي قلت لي يا دانيال انت واحد غبي نصب عليك، ليش بدي ازعل؟ هاي الحقيقه، انا نصب علي، انما العصبيه والعنصريه لا كذا. هلا طب هات كيف يصير الموضوع؟ ما حصل مع عيسى ابن مريم مهين انه يوصف بانه ابن الرب، او مهين انه يوصف بانه رب. قلت لك المره الماضيه انا مؤمن بوجود خالق، بس هذا الخالق شويه اشلاعيه يهود يعملوا بهذا الخالق هيك؟ كم قرد يهودي مثلا حسب ما وصفه القران انه هذول مسخوا قرود وما قرود وما بعرف شو، عملوا بالله هيك يا رجل؟ لا يمحز اي ذنوب، ضروري الله يمسح في الارض ليمحي لنا ذنوبنا يا رجل. قلقتي اللي يتحمل لك، ما عم بفهم، ما يعني في تفسيرات جون تخرج عن طور المالوف يعني. للاسف اخ دانيال يعني المشكله انه بالمؤمن عموما بيتعصب لمرحله انه يخلي الرمز الديني هذا جزء من هويته الشخصية، يعني انه ما عم تتعدى عليه هو شخصيا يعني. مش مستعد يسمع لك جان، مش مستعد يسمع لك، ولا مستعد يسمع، ولا مستعد يسمع اللي انت عم تحكيه، اللي نحن عم نحكيه بيعتبره اهانة. يعني وقت اللي عم قول انه ربه اكل قتلي بالشوارع والدعوس ورمي بالارض ودعس عليه بالارض،
وخوزي اخر شيء يعني صلب. شو يعني صلب؟ خوزي واحد ما مصطلح واحد، يا خازوق يا صلب. بعدين ما في دليل انه صلب، حكي كتب انه صلب، انا ما كنت موجود ولا انت كنت موجود لتاكد موضوع صلبه، يمكن فطسوه بمي ما بعرف، يمكن غرقوه بمي وخلصوا عليه وريحوا العالم منه بوقتها، لانه متعدي عليهم بمفهوم العنصري، هو متعدي عليهم خلصوا عليه للرجل. هل في دليل؟ هل كنا موجودين؟ لا، عم بتعامل مع كتب. والمصيبه التعصبيه، قبل ما اختم هذه النقطه، التعصبيه الاكثر بيقول لك القران يوجد بنص للقتل، انما الانجيل ما يوجد بنص. انا بقول الله اللي بعرفه بشكره، بسلو اجراء انه ما اعطى المسيحيين نص ليقتلوا بعض، لانه من القرن الخامس للقرن الستة على القرن التسعتاش حرقوا دين بعض بلا نص، ما عندهم نص وحرقوا دين بعض. لو ملكوا نص هيدي البشر شو كان صار يا جان؟ لو النص مقدس شو كان صار؟ لكن اليوم نحن بعدنا عايشين بالقرون الوسطى، انتبهت؟ فبيجوا بيتغنوا انه الانجيل ما فينا يا حبيبي شو يعني، انا بدي اغسل له اجراء بكره لله وبوس له اياه. منيح انك ما اعطيت هيدي الناس نص، منيح. والداعشيه، لا العنصريه هي داعشيه والتعصب هو داعشي، ما في جدال بالموضوع. لا تفرق بين دين واخر، اليهودي داعشي، المسيحي داعشي، المسلم داعشي. وبرجع بكرر، التغني بانه انا ما عندي ايات قتل، اذا ما عندك ايات قتل وهيك عمال تستحي على نفسك، المفروض انك تستحي على نفسك. بلا ايات قتل وحرقتوا دين بعض يا رجل، لو اعطيناكم ايات قتل شو كنتوا عملتوا؟ يعني لو يسوع الدلوع مثلا الزلمه مطول اكثر كان لا تخاف سوا مثل محمد، يعني محمد بدون ايات قتل. فهذا ثلاث سنين يعني اربع خمس سنين باقيه لو عايش كان سوا ايات قتل على كل لو اتى محمد، لو انه يسوع طول اكثر المسيح عيسى، انا ما بؤمن بكلمه يسوع، هذه كلمه يسوع هذه تسميه دينيه يعني. عيسى ما ورد انه اسمه عيسى هذا يعني، المهم لو طول اكثر جان، انا عم نبعد شوي على الموضوع بس هو ضمن الصندوق اللي عم نحكي فيه. لو طول اكثر كون اكيد كان محمد بده يجي ليصلح اللي عمله عيسى، كون اكيد، لانه عيسى لو طول اكثر وامتلك اكثر وقوي اكثر لجزر باليهود، لجزر باليهود. انت عم تلغي شريعه، بتعرف شو عم تلغي شريعه؟ يعني انت عندك قوه عسكريه، قوه عسكريه اصبح لديك قوه عسكريه وجاي عم تلغي قانون. الشريعه هي قانون، لا تاكل هذا قانون، لا تاكل الخنزير قانون، تعاقب اذا اكلت خنزير، لا تقتل قانون، لا تسرق قانون. انت جاي عم بتعدل بقوانين لناس، تفهم علي؟ لو طول اكثر وانطلق القوه العسكريه برحله عيسى ابن مريم كلها ثلاث سنين، مين امن فيه؟ عدل لي اياهم، بسمي لك اياهم بالاسماء. ما كانوا 12 واحد، مين امن فيه؟ الله شخصيا نزل على الارض، اللي امنوا فيه ما بيتخطوا ال 50 60 واحد بوقتها. يحرق حريشك يا الله. هذا الله مش مقنع بوقتها كانت. معقول يا رب؟ فعادي يعني ركزنا هذه النقطة يعني، معلد بعدنا شوي عن الموضوع المطروح، بس لكن نوضح شوية أمور، بس هي ضمن الصندوق جان التعصبي. ضمن الفكرة كاملة، ضمن الفكرة واضحة كاملة. خلينا نروح على نوع آخر من العنصرية أخ دانيال. يعني خلينا ناخذ هلا أخذنا نوعين، النوع الثالث من العنصرية، العنصرية الأديان بالتمييز بين الذكر والأنثى. يعني إذا بتقدر تعطينا أمثلة على ذلك، طبعاً هو الأمثلة كثيرة مثل ما بقولوا بكل أديان، يعني ما أثروا بموضوع الرجل والمرأة. تفضل. لك العنصرية بين الرجل والمرأة لا تحصى مثل ما تفضلت وذكرت، بجميع الأديان لا فرق. كرر أني يعني، لأنه في ناس جان عم تستاد بالماء العقر، ما العكر معنا نحن يعني، بكره بيقولوا جان مسيحي عامل هذا البرنامج ليحكي عن المسلمين، فنحن كرمال هيك بلشنا نتوسع بالكلام عن جميع الأديان. وهلا انا جان ما بكره المسيحيين كمسيحي، اصدقائي مسيحيين، اصدقائي مسلمين، وعندي بعض الاصدقاء اليهود. انا عم بحكي عن الفكر. فالاديان الثلاثه واختصارا بكلمه الاديان الابراهيميه ميزت بين الدين راح الارسال الظاهر من عندك جد، أنا ما راح حاسس إنه راح. فميزت بين الدين بالدين ميزوا بين المرأة. منهم من قال بأنه المرأة إذا حاضت ما تقرب عليها، ومنهم من قال المرأة إذا كذا ما بيجوز لك تلمسها، ومنهم من قال المرأة إذا كذا كذا. يعني الموضوع بشكل عام كان محصور الموضوع ما كان محصور بكل الأديان بشكل عام. انت حكملت حلقة طويلة عريضة عن الموضوع،
وتكلمت عن الموضوع ألا هو الجسد. فخلينا نختصر الكلام بموضوع الجسد. كل الأديان تعاطت مع المرأة والرجل على أنه هن جسد. إذا جينا لليهود والمسيحيين بيقولوا إذا المرأة ولدت ولد فبتكون نجسة 7 أيام، بمعنى الأي مش حافظها يعني ولا هي دائية، أما إذا ولدت أنثى فبتكون نجسة 2 أسبوع. فهيدا واحدة من العنصرية يعني حتى بجسد المرأة. القرآن أيضا يعني وضع المرأة ما بتصلي بفترة الحيض بفترة الكذا بفترة الكذا. كل الأديان بشكل عام الإبراهيمي أساءت إلى المرأة وأساءت إلى الرجل والجسد، عم نحكي كجسد، أساءوا لهذا شو اسمه لهذا الكائن بشكل عام وحقره من الجسد. لا بل وصلوا لأبعد من هيك أنهم في بعض الأمور منعوا المرأة مثلا من أنها تصلي، منعوا المرأة إذا هي على حائض، منعوا المرأة من أنها تصوم مثلا. المناسك خلينا نسميها العبادية حصروها بأنه ما تعمليها إذا كنت نجس، يعني إذا خرج الدم من جسمها ما تعمليها. فكل الأديان بشكل عام حقرت هذا الكائن المرأة أو الرجل. والعنصرية الذكورية بجميع الأديان موجودة دون استثناء، بالقرآن بالإنجيل بالتوراة العنصرية الذكورية والأداة الذكورية. بس خلينا نروح للتوراة والإنجيل، ليش الله رجل مش امرأة؟ ليش عيسى رجل مش امرأة؟ هي عنصرية واحدة من الاثنين، ولو كان مرأة هي عنصرية أيضا بحق الرجل. يعني لا هيك بتخلص ولا هيك بتخلص، المفروض يكون يجي مخلوق فضائي ويقول أنا ابن الله وأنا الله شخصيا حتى نطلع من موضوع العنصرية. إذا بما أنك أنت بعتت شخص اسمه ابن الله أو اسمه الله شخصيا بصفة ذكورية مش بصفة أنوثية، إذا أنت عنصر. هذا واحد. اثنين، القرآن أو الإسلام ما في حاجة نحكي كتير بموضوع العنصرية الذكورية بالإسلام. ليه؟ لأنه الإسلام بشكل عام، مش بشكل خاص، بشكل عام واضح بموضوع القيادة الذكورية، الرجال قوامون على النساء إلى آخره. فكل الأديان بشكل عام تعاملت مع الجسد بشكل تحقير لهذا الجسد وحقرت جسد الإنسان. الإنسان هذا الجسد وجسد الفتاة بيخرج منه الإنسان. إذا اجتمع هذا القذر الرجل وهذه القذرة المرأة بحسب الديانات وتجامعه هيخرج منه الإنسان، وهذا الإنسان ممكن يشكون للبشرية. هذا الجسد هينتج، الجسد ينتج جسد. فجميع الأديان تعاطت مع الإنسان أو الجسد الإنساني بشكل تحقير لهذا الجسد. إذا كنت عم بتصلي يعني عفوا بالتعبير وهوات يعني باللغة اللبنانية ضرطت يعني، أنا في ناس حتضحك يعني، فبطلت صلاتك. ليه؟ ليه؟ إذا كنت عم بتصلي وانجرح أصبعك بطلت صلاتك. إذا كنت عم كذا بطلت، إذا كنت كذا بطلت. يعني كل الأديان، كل الأديان، كل دون استثناء تعاطت مع المرأة بعنصرية. ليه؟ لأنه مجتمع ذكوري وأحكامه ذكورية. هذه مش أحكام إله، هذه أحكام رجل إجا حكم وبده يعطي قوة للرجل على المرأة للسيطرة عليها ولتحقيرها أكثر وأكثر أو للسيطرة عليها. اليوم المجتمعات الغير عنصرية بحق المرأة التي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة، أنا عم بحكي لحالي نطرك هترجع، ما بعرف إذا هترجع، المهم فإذا ما رجعت حأختم أنين. المجتمعات الأوروبية أو المجتمعات العلمانية، منيح أنك رجعت جم، المجتمعات الأوروبية اللي عم ويلكم باك جون، ويلكم باك، أنا بعدني مكمل الموضوع عم خلص على سؤالك. فالمجتمعات الأوروبية التي تعاملت مع المرأة بشكل من المساواة، مجتمعات رقت ونشحت. ذكرت أني برجع منك جيد أنه الجسد يخرج منه جسد. إذا واحد كان عم بيصلي وهوى فبطلت صلاته، إذا واحد عم بيصلي وجرح أصبحه بطلت صلاته، إذا المرأة بالدورة الشهرية ما بيجز لتصوم، إذا المرأة كان تعاملوا مع الجسد بعنصرية وخصوصا المرأة. وأني بستغرب بس نكون نحن عم نحكي عن المرأة وعم ندافع عن المرأة، كيف المرأة ما بتوقف معنا؟ كيف تيجي بتهاجمنا؟ الإسلام كرمني، المسيحية كرمتني، اليهودية كرمتني. بشو كرمتك؟ بأنه جعلتك إذا ولدتي فتاة نجسي أكثر ما تكوني إذا ولدتي رجل أو فتاة؟ هيك كرمك يعني؟ ما فهمنا. وبيجوك دعاة
الاعجاز العلمي، هذه الكلمه الاكبر من راسهم يعني. تعرف انه الانجيل صدق بالموضوع؟ لا يا اخي صدق بالموضوع. وقت اللي قال انه المراه نجسي بالصبي اقل من البنت لانه لها تاثيرات شو هالمنطق يعني. المراه اذا ولدت ولد بتكون نجسي اكثر من انه ولدت فتاه؟ هذا اللي حسب النص الانجيلي جم. معقول على الحكي هذا يعني؟ هذا حكي عاقل يعني؟ العلم، العلم. تعرف ليش الله انه قال لا اقسم بمواقع النجوم؟ ليه؟ لانه النجوم ميتة من الاف السنين ونورنا بيوصلنا لها. لا حبيبي، مش كل النجوم ميتة، في نجوم بعد مش موجودة اساسا. كيف ركبت معك؟ بيطبقوا النص ليتوافق جان مهل. فاذا كل الاديان تعاطت مع المرأة بشكل خاص بعنصرية، والذكر بشكل عام بعنصرية بمطرح من المطارح. فنعم العنصرية الذكورية النسائية بالأديان عنصرية مفضوحة، وما في أحد أحلى من حدا، لا المسيحيين ولا الإسلام واليهود. المرأة بالديانات الإبراهيمية كائن للنكاح، للاستعباد، للطبخ، للغسيل، وأكثر من هيك خلص لا تحكي، نهي الموضوع. كائن لا يؤخذ برأيه، لا يطرح أفكار للتداول بينه وبين الآخر، كائن محصور بالبيت، كائن موجود بشري، التعاطي معه، طبخي، كنسي، مساحي، درسي الأولاد، ضبطي موضوع البيت، انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا. والمسيحيين الذي يتغنوا بأنهم أكرموا المرأة، أكثر ناس حقروا المرأة هم المسيحيين، لدرجة لدرجة بس بدخل لك بتفاصيلها مزعجين لدرجة. ذكرت انه المرأة اذا خلفت ولد بضل نسي اسبوع ذكوريا، واذا خلفت بنت بتكون نجسة ل 14 يوم اسبوعاً. المرأة اذا زنت بتعيب بيا وواجب ان تقتل انجيليا عم نحكي. كل الاديان الابراهيمية، المسيحيين يمكن العنصرية المسيحية او العنصرية الاسلامية، حتى الاسلام، الاسلام بديش احكي فيه لانه موضوعه معروف يعني. واليهودية، اذا بتسمع باليهودية، اليهودية بالنص بيقولوا المرأة خلقها الله لإكمال شهوة الرجل، وربما بحسب النصوص والكهنة، وربما لا مقعد لها في الجنة. يعني يمكن المرأة ما بتروح على الجنة، هذه مثل الكلب، مثل الحمار يعني، مثل الدجاج عفوا بالكلمة. نحن يعني خلينا نقول الله خلق لنا الدجاج لنقدر نستمر، وخلق لنا المرأة لنقدر نتكاثر ونستمر. اليهودية لهالدرجة بتتعاطى مع المرأة، إنها مخلوق موجود فقط للتناسل وما إلى مقعد بالجنة، لأن بيقولوا ربما لم يجد لها مقعد بالجنة. اليهودية ديانات قذرة يا رجل تتعامل مع هذا الإسلام. عندك هذا الفخر الرازي يعني إمام فلسفة فلافسف المسلمين، شو بيقول؟ أيضا نفس التعبير، بيقول شبهها بالطفل للمرأة وشبهها بالحيوان للمرأة، إنه هي موجود أو مخلوق لغالة على كرمال الرجل. ديانة ذكورية عنصرية طبعا. وقلت أنا حتى الله عيسى اللي تعلق على خشبة عنصري، الله عنصري، ما الله ذكر مش تجسد بجسد ذكر يا جان؟ ذكر، ليش ما كان عيسى مع عيسية مثلا يعني مرأة؟ ليش عيسى؟ أو ليش ما إجا بين اثنين لا ذكر ولا أنثى، إجا فضائي مخنث مثلا؟ ايه مخنث مثلا. ليش العنصرية انه الله ذكر؟ سؤالين، ليش مش امرأة؟ بلع، ما الذي تحمله عيسى ما بيتحمله مرأة، ما هو الله يعني القدرة التحملية اللي عنده بيقدر يضعب مرأة يعني. شفت حتى التبرير عندهم سخيف، سخيف جدا، بيقلك الرجل اقوى. يا حبيبي ما هذا الله انت عم تقوله، هو ابن الله يعني عنده قوة، عنده باور يا مان، عنده باور. ولو شو بقلك حتى موضوع الله المعلق ايضا صديقي عنصري، عنصري، رجل ذكوري. ما في، اعطيني اسم نبي مرأة، ما في بالضبط يعني. على مر التاريخ ما بنلاقي، ما بنلاقي مثلا امرأة نبية او ادعت الالوهية او حتى اعطوها الالوهية لامرأة، ومع انه المرأة هي اساس الحياة يعني، هي اللبنة الاساسية للحياة يعني. نعم. على كل حال يعني في هلا موضوع عنصرية، موضوع تاني دانيال، يعني الدين بتدخل العنصرية يعني من المضحك الجنوني للأسف، انه بيدخل العنصرية بجسدك نفسه. يعني مثلا المسلمين لا يدخلون التواليت الا باليجر اليسار يعني اليمين، ف
فالعنصرية بين يد ويد، يد اليمنى لازم تأكل فيها واليد اليسرى لازم تمسح مثلا تنظف حالك فيها لما تخلص تواليت، لازم تدخل على التواليت بإجرك اليمنى. فهالعنصرية بين اليمين واليسار حتى بالجسد نفسه يعني بشخص الإنسان نفسه. تفضل. عنصريتهم جان بكل شيء. نعم بكل شيء بكل شيء بكل شيء ميز ليك. بيقولوا في واحد بيخانق نفسه، إذا ما لقى مرته يتخانق معها، ما لقى أخته يتخانق معها، بيصير يخانق حاله. الإسلام بمرحلة من المراحل بطل في حدا يتخانق هو وياه، بطل في حدا يتقاتل هو وياه، أما عاد صفن بحاله، بلش يخانق حاله بحاله. إذا عملت كذا ما بدك تطهر، إذا عملت بدأ يخانق حاله. طهارة الجسد الإسلاميين هي نفسها نظافة الجسد. أنا بستيقظ الصبح، أنا بفيق اليوم الصبح، بعمل دوش، بعمل دوش، كنت محضر القهوة مثلا، بيجي بحط القهوة بقعد على الانترنت مثلا، بصير العصر يعني قبل ما نام بساعة فوت بعمل دوش وبنام. هي تعتبر طهارة أو نظافة؟ نظافة. طلعي أنا ماني بحاجة لحكم من عندك تيجي تقول لي غسل هيدا قبل هيدا. أنا عم كان بيشغل الله هذا يا رجل، أنا عم بقول لك إنه غسل أصبع إجرك الصغير قبل أصبع إجرك الكبير يا رجل. شو هالشغل مع الله هذا؟ شو هالشغل مع الله هذا يعني؟ هذا الله قاعد، هذا ولا بده ينا لا نشتغل ولا نروح ولا نجي، هذا بده ينا إذا واحد يا أخي ما أي واحد بس يعني عفوا جامع إنساني إجباري بفوت على الدوش. ما ريحة العرق اللي بيطلع من جسمه ومن جسمه مقرفة يعني، تلقائيا بفوت على الدوش يعني. الموضوع ما بده كتير فلسفة، ما بده كتير حكي. انت هلا بتنزل على الشارع بتعرق بتجي بتفوت على الدوش. هلا اذا هو شخص للشخص مقرف وهو مقزز هذا مش مساله بتخصه، بينما كانسان مرتب بحافظ على لياقته على جماله اوتوماتيكيا بده يقوم بهذه الترتيبات. ما بدي بحاجه لنص من عند واحد قاعد لي بالسماء متخبى فوق وفوق الغيوم وانا عم بيقول لي غسل اصبعك الصغير قبل اصبعك الكبير، حط اصبعك بدينتك انت وعم تتمخمط. شو ها شو ها إجرام جان جان. موضوع أنه عم تتفضل فيه، نعم وقت الإسلام ما لقى شيء يشتغل فيه، وقت قضى على اليهود وقضى على المسيحيين وقامت الدولة الإسلامية ما في شيء. مين بده يتخانق؟ قعد، ما تفوت على الحمام بإجرك الشمال، ما تفوت على الحمام بإجرك اليمين، وحتى ما يصير فيه روتين راحوا لأبعد من هيك. أنت بتصلي؟ لا، اقتلوه. وصلوا لما راح لأبعد من هيك، بلش شيء اسمه الاجتهاد بالأحكام، اقتلوه. انت وقت اللي كنت عم تصلي ضرطت عمدا ولا سهوا؟ لا عمدا. قتلوا وصلوا حتى ما يصير في روتين. الروتين بيملي لك جان، بيملي لك للاسف. ايه القتل خصوصا هيدا دراكولا المسلمين ابن تيميه يعني، هيدا هذا لازم ينعمل عنه فيلم. الاحكام ما في حكم اطلقه بمجمع، ما في قتل، عنده عقده نفسيه هذا الرجل. هذا الرجل يمكن القبيله تاعيته محل ما كان عايش هذا الصعلوق الظاهر مثل الصين، في عجقة كتير عالم، في كتير ناس حواليه كانوا، فعم بيحاول يخفف منهم. كان الظاهر يلا قتلوا. شو عمل؟ ظهر من الباب بإجره الشمال قتلوا، يستتاب ثلاثة أيام ما تقتلوا، قتل 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 قتل. ما عنده مزح هذا الرجل، ما عنده رجل. ولا هذا الحجاج الثقفي يعني، إذا بتقعد بتقرأ قصته يا لطيف. حجاج الثقفي فيلم مكسيكي، فيلم هندي لا يصدق. هذا الرجل شو عمل لا يصدق. جرائم إبادي إبادي، ما رحم حدا. ولا هذا الجبان خالد بن الوليد يعني سيف الله المفتول بأفاه يعني، كمان ارتكب مجازر بالمسيحيين بالقدس، كمان ارتكب مجازر بالمسلمين نفسهم، شيعة جزر فيهم كمان. سيف الله المسلول، عرف من هو سيف الله المسلول؟ مجرم، مجرم. يعني الله بده سيف حتى بده سيف بهنيك مطرح على رجل. مجرمين لا يوجد عندهم شيء إلا الإجرام والقتل، قتل قتل. أي مخالف شان، أي معارض، أي فكرة لا تتوافق مع أفكارهم اقتلوا، شلخوا، بحوا، صلبوا، خوزقوا. وحتى اختلفوا في مسألة موضوع التارك الصلاة سهوا، مين قال لك أنه المسلمين ما اختلفوا؟ اختلفوا بموضوع، تعرف بشو اختلفوا؟ تفضل. اختلفوا بكيفية تطبيق الحكم، شنق أو ضرب بالسيف أو إعدام برصاص. هون اختلفوا. تارك الصلاة سهوا يقتل. إنما المذاهب الأربعة اختلفت، بس تسمع كلمة اختلفوا بتقول هو مش كلهم هيك. تيجي بتبحث بشو اختلفوا، بيقول لك بكيفية تطبيق الحكم. يعني ما اختلفوا بموضوع يقتل اقتلوه،
اريخ هي كسلا ما بدي صلي، شو لك عندي ما بدي صلي، لا تستتاب 3 ايام، ما رجعت عن فعلتك بتقتل. فقلت بيقول لك اختلف تارك الصلاه كسلا مو سهوا، كسلا هي كسلا يعني مكسل ما بدي صلي يا اخي. شو لك ما 70% من اليوم من المسلمين ما بيصلوا، وفي ابعد هيك يمكن نحكي الموضوع، في ناس بتصلي نهار الجمعه بس، بس بيروحوا نهار الجمعه على الجامع بيصلوا لهم ساعه وبيرجعوا، يعني بيسمعوا هذه الخطبه اللي بيحطوا لهم براسهم تعصب وجهل وتخلف وكره للاخر وبيجوا، عرفت، بيجوا بس نهار الجمعه. اذا المفروض 70% من المسلمين يستتابوا 3 ايام، اذا ما رجعوا على الاستتابه لازم يقتلوا كلهم. شرائع دم، شرائع دم. وقت اللي عمل لك انا سمعت كلمه انه اختلف الفقهاء بالموضوع، قلت لا في اختلاف، بحثنا عن الاختلاف، طلع الاختلاف بكيفيه تنفيذ الحكم، يعني بنقتله نقطع له راسه بطريقه يعني طريقه القتل كيف بدها تكون، هون اختلف، نقطع له راسه بنشنقه بنصلبه بنخوزه او بنضرب عليه رصاص، بهذه المساله اختلفوا، انما ما اختلفوا على الحكم وذاته. والمذاهب الاربعه حنفي شافعي يافعي حنبلي تقوم بهذا الحكم، لا ما في مجال، موجود يبحثوا عنه، اللي بده يسمع يبحث، دانيال عم يكذب، ابحث وتطلع تارك الصلاه كسلا شو حكم تارك الصلاه، كله كله مجان كله. اخي دانيال يعني هلا في نوع عنصريه ثاني، يعني في نوع لسه الاجمل مثل ما بقولوا، يعني بالحياه هاي كلها ما بكفينا العنصريه، تجي عند الموت، الموت يعني بعد الموت ما بقى الانسان انتهى يعني، فليس له تاثير على الحاضر غير المفكرين، يعني خلينا نقول يعني كل الديانات تقريبا منعت انه يندفن الانسان المؤمن بديانته بمقابر ديانات اخرى، يعني المسلمين لا يسمحون ليهودي ان ينقبر بمقابرهم ولا المسيحيين، وجر على قيس على ذلك يعني كل الديانات تقريبا. تفضل لك جان، كلامك 100% سليم. بشكل عام جميع الديانات، لك المسيحي في يتجوز مسلم مسلمه؟ لا ما بيعطوا، ما بيعطوا المسلمين ما بيعطوا. مسيحيا المسيحي اذا بده يتجوز فتاه مسلمه يتجوز، اهله ما عندهم مشكله او المجتمع ما في مشكله، بيعتبروه بده يجيبها على المسيحيه، تبعت. اما اذا فتاه مسيحيه بدها تتجوز مسلم ممكن يقتلوها، لانه بيعتبروها حتخرج منهم. وكذلك الامر معكوس عند المسلمين، اذا مسلم، انا كمسلم بدي اتجوز مسيحيه، اهلي مجتمعي ما عنده مشكله، بينما اختي المسلمه اذا بتتجوز مسيحي ممكن يقتلوها. تفهمت علي؟ هذا العنصري، العن من بعض، انا قلت لك العن من بعض، بس اني مش منتبهين لانه مسيطر على ادمغتهم العنصريه الغبيه اللي متحكمه فيها، مش منتبهين للمساله. طيب الإسلام ميز موتاهم بأنه لا يدفن في مقابر المسلمين إلا المسلمين. حتى أنت جان بكرة بعد عمر طويل يعني بس تغادر هذه الكرة الأرضية يعني تتركها، أنت ممنوع، يعني إذا أجوا أهلك بدهم يدفنوك بمقابر المسلمين ممنوع، ممكن تصير في مشكلة، هذا مش مسلم، هذا مرتد، عرفت كيف؟ هذا مرتد، ممنوع يندفن مقام المسلم. العنصرية نعم ذهبت إلى ما يسموه هن بعالم الآخر، من برزخ إلى عالم الروح إلى كاتب عالم السكس، عالم الأفلام السكس بدها تصير هناك، عالم الإباحية أو عالم ملكوت السماء أنها تسيطر على الدنيا كلها، يعني هذوليك عندهم أفلام سكس، هذوليك عندهم جنون عظمة وسيطرة، عرفت كيف؟ واليهود يعني أضرب بلاش في الموضوع، خلينا كلمة جنون، كلمين جنون وجان، هذاك بيقول لك طالعين على افلام سكس، جنه عرضها السماوات والارض، سكس غلمان فودكا حشيش بدك فيه كله موجود، اوبن بوفيه، انت اختار بس، انت اختار بس، عرفت كيف؟ وطبعا الله حيعطيك فياجرا ابديه، هذه الفياجرا عشان فياجرا هي منشطات جنسيه يعني بتزودك بقوه 72 حصان، يعني انكح اشتغل ما تعمل شيء، ما تعمل شيء، عاد برفاهيه، عاد انكح 4000 حصان، انت شغلتك فوق تنكح، انت شغلتك فوق تنكح، والله بده يصور لك افلام السكس ليعمل افخم سايت بورنو على وجه الارض، ما حيكون في سايت بورنو مثل هذا السايت، يعني كل البشر عم تنكح يا زلمه، هذا بعد ما صار هذا البورنو يعني. المهم المسيحيين لا، ملكوت السماء وملكوت السماء جنون عظمي هنيك، يعني موضوع ثاني بعيد بدناش نروح. المهم
بعد ما يموت الإنسان وصلت في العنصرية معهم، نعم، إنه ما تدفنوا بمقابر المسلمين. وكذلك المسيحيين، يعني مش معقول يروح مدفن مسيحي بمقابر المسلم مقابر المسيحيين، يعني هو تفكر إنه بيقبلوا، يعني محبة محبة محبة، بس ما طلع من المطارح بيقولوا لك زيح، بلا محبة بلا لمبي، اقعد على جنب يا حبيبي، المحبة، عرفت كيف؟ فنعم جان، وصلت عنصريتهم إلى ما هو أبعد من العنصرية الأرضية، إلى العالم الآخر، إلى الملكوت الآخر. ميزوا الجنة، حتى الجنة ميزوها، جعلوها طباق وفردوس وجنة وتسميات، وهي الجنة مش ماتيري الجنة، وفي جنة أولى وفي جنة تانية وجنة تالتة وجنة رابعة. حتى النار ميزوها، يقول لك ما كنت بس بتصلي، لا ما كنت بده يزتك بصقر، وهذه خاص بالمصلين. كل شيء ميز، كل شيء وضع له أسس وإلى آخره، كل شيء كل شيء كل شيء، تفهم علي؟ فعنصريتهم أخذتهم لمطار، بطل في شيء يعملوا فيه عنصرية بالأرض، بطل في شيء. فراحوا إلى ما بعد حتى ما يوقفوا، راحوا إلى ما بعد حتى أعمل لك بقى، بيخافوا من الروتين، جميع الديانات بتخاف من الروتين، الروتين هي تكرار المسائل. رائب صحيح. رائب، أنت دليل على أني كلام. أنا مثلا مرحلة من المراحل كنت أسمع مثلا قصة خالد بن الوليد، كل سنة بذكرى خالد بن الوليد بالجامعة يفعطنا الشيخ عن هالبطل هيركليز، قصة ما بتفهم. بعدها بسنة أو سنتين اسمع قصة تانية، بس هي عن خالد بن الوليد، بس فيها إضافات، فيها إضافات، بس إجا بده يذبحوا لفلان، فنظر إله نظرة شو اسمه، الرحمة والشفقة وما بعرف شو، طوروا لك يا شو. الثالثة الرابعة الخامسة تطور تطور بالقصة، تعديل تعديل تعديل، وبيستغلوا النوع العاطفي حتى يسيطروا عليك. فنعم، المسلمين ميزوا مقابرهم، المسيحيين ميزوا مقابرهم، اليهود ميزوا مقابرهم. المسلم ما بيندفن بمقبرة مسيحية ولا بمقبرة يهودية، بيندفن بمقبرة إسلامية، لأنه هذه المقبرة الإسلامية يمكن يبلش ينكح من تحت الأرض، من هون يبلش النكح، عرفت كيف؟ هاي حسب ما بيقولوا المسلمين، حسب جنة المسلمين. روح عند المسيحية هذولك راحين يعيشوا مع الله، الله ما يليل، بس يطلعوا لعنده يقعدوا يطقوا هن وياه قهوة لله فوق، يعني بده يطلعوا على ملكوت الله وملكوت الله، يعني مهم. فيمكن الله يكون ناطرهم تحت الارض كمان، من تحت ياخذهم ويطلع فيهم يعني. واليهود اضربوا افك رقبي، بتوافقوا مع المسيحيين العوده الى ملكوت الله، او يعيشوا مع الله بالمصطلح، الله ما بفهم يعني، المهم بدهم يعيشوا مع الله يعني. فكل مين ميز مكانه وميز مقبرته وميز كذا كذا كذا، وهذا اذا بدل على العنصريه حتى بالموت. اليوم انت بتختلف جامع انسان، بتختلف مثلا مع دانيال، انما اختلافك مع دانيال بس يموت دانيال، ممكن تتنازل عنه لهذا الاختلاف. كيف يعني تتنازل عنه؟ بيقولوا خلاص مات، فلا حول ولا، يعني شو بدنا نسوي يعني؟ اعماله كانت منيحه، هذا الزلمه كلامه كان مهضوم، كلامه كان كذا، فبصير في تنازل عند الموت، او بتسقط كل الخلافات البشريه بين بعض وقت اللي يصير في حاله من الموت. اذا انت زعلان من انسان ومات، بتروح محل مع من عمل له عزا، بتعزي اهله وبتتحسر عليه هذا الانسان. الدين لا، الدين ميزه، الدين ميزه، هذا مسلم بيندفن عنه، هذاك مسيحي روح ادفنه عندهم يعني، هذاك كافر روح ادفنه عندهم. حتى ميزوا الاماكن جون، مثل بيقول لك مكه ما بيدخلها غير المسلمين، ولا اذا دخلها مسيحي ولا المشكله، اذا دخلها مسيحي انا المشكله مثلا يعني. شو بيصير؟ الله تبعك بيقع من السماء بيخبط بالارض بيكسر الكره الارضيه، وين المشكله؟ حتى شوف شو بيعملوا للسيطره اكثر على الناس. في سؤال هذيك يوم كنت عم بساله انا، ليش بيقول لك ورتل القران ترتيلا؟ عارف ليش بيقول لك ورتل القران ترتيلا مثلا؟ ليه؟ تفضل. هذه مساله مهمه، لانه الاسلوب الغنائي انت عم ترتل القران بيجذبك، بصير عندك حاله من الجذب، صوت حلو، ما بتقعد تتامل الكلمات ولا تقعد تنتبه للكلمات، بصير في صوت جميل عم يتناغم مع راسك، عم تهزد الله سبحان الله. ولما وطر زيد بيقول لك اياها باسلوب ترتيلي، فنكحها رسول الله، ورجع نكح زيد، ورجع نكح الجيران، وطلع على القبيله نكحها، نزل على الملعب استاد الدولي بايطاليا، عرفت كيف؟ هذا كامب نون، نكح الجمهور، نكح اللعيبه، نكح الحكام. هلا انا عم بحكي معك بزعل، يطلع لي من ورا البرديه ينكحني يا رجل، عرفت كيف؟ فانا خليني اسكر الباب احنا يطلع علينا يبلش نكح فيه، ما في حدا. فبيبقى عم يحكي لك اي فيها نكح وما نكح، تنبسط فيها انت، ليه؟ الترتيل، تجويد، الله، كلام، نغم نغم. فهيدي واحدة من المسائل جان، فبكل شيء تم التمييز. دانيال بس بدي هون في
في يعني لما عبد الباسط، خصوصا عبد الباسط لما اللي بيغني بحبه اللي بحبه في القارعة، بيقول لك القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يعني أنا أتحدى من كل هذول اللي لما بيقولوا الله، بتحداهم إذا واحد فهمان كلمة. ما حدا عم يفهم. الصوت حلو والكلام رائع، فمطرب يعني، رجل مطرب. بالضبط. غنيه، انا هلا معجب بغنيه فرنسيه، مع اني ما ب... انا بحكي الفرنسي، خلينا نعطي مثلا تاني، بس انا معجب بغنيه صينيه، مع اني ما بفهم الصيني، بس لغنتها حلوه، نغمها حلو، اسلوبها حلو، ما بيهمني شو عم بتقول، صوتها جميل والموسيقى جميله، كمان القران لما يقرا صوت جميل، ما بيهم الكلام. رأي بنت التجويد 90، ليش ورتل القران ترتيلا؟ حتى ما ينتبه على الكلام. اسلوب قراءتك للقران انت بالبيت ممل، بينما تسمعه بتحس قال في صفاء روحي. لا يا حبيبي، مش صفاء روحي، مثل فيروز ابدا. بالضبط. بسمعه انا صوته حلو لعبد الباسط، يعني يمكن انا واحد من الناس، بس في الصبح بحب اسمع عبد الباسط مثلا، صوته حلو الرجل، بس يا ريته كان مطرب، يعني كان فادنا اكثر، انت يعني كان عطى اكثر يعني البشر. في الصبح بسمع فيروز بصير عندي هدوء روحي، سكينه روحي، بمعنى انه جسد، يعني بقصد بهدوء روحي يعني الجسد، بصير عندي السكون، في مثلا رواق، صوت جميل، صوت كذا. الناس اللي بتسمع القرآن نفس الشعور اللي بتملكه من سماع القرآن أنا بملكه من سماع فيروز. بالضبط. يعني أنا مطربي المفضل عبد الحليم حافظ، يعني لما كنت أسمع عبد الحليم يعني شيء روحاني غير معقول، أصل لمرحلة روحانية غير معقولة يعني. بالضبط. موسيقى يعني، رجل موسيقي طبعا. فهذه المسلكيات وما المسلكيات، وطبعا تبريرات المسيحية، يعني مثل عندي هون شخص مسيحي شو عم بيقول لي، يا أخي نحن ندفن مع أقاربنا، قال إنه هني بيدفنوا مع أقاربهم، يعني يا ماشي خير، تبعت كيف يعني. في أمور كمان يعني بتصدموا للإنسان، بعد بيكون عم يحكي بموضوع إنه فتحوا عيونكم، التعصب والعصبية جم، التعصب والعصبية الفكرية، يا أخي نحن بندفن مع أقاربنا، لا يا أخي أنتم ما بتدفنوا مع أقاربكم، شرائع هاي ممنوع تمسيا، ممنوع المسلم يندفن من مقاربكم، بني الكذب والنفاق، فتحوا عيونكم وقرأوا أكثر وطلعوا أكثر وابحثوا أكثر، لا أكثر ولا أقل. نحن جام، نحن مش مميزين، نحن مثل الناس، إنما بنطلع بنحكي اللي بنشوفه. أنا شفت في شيء غلط بطلع بحكيه بتجرد، أنا ما بكره الله، ما بكره المسيحيين، ما بكره المسلمين، أنا في أمور غلط بطلع بشوفها بحكي فيها وخلص، حتى لو كان بتخص الإلحاد، أنا ما قلت إنه الإلحاد مقدس، الإلحاد عنده مشاكل وعنده أخطاء، ونحن في نظريات لليوم مش قادرين نأكدها، أو في بعض النظريات لليوم مش قادرين نتثبتها 100%، وفي أسئلة مطروحة على العلم، لأنه الإلحاد علم، ما قادرين يجاوب عليها بالوقت الراهن، عندنا أخطاء، وبدك بنعمل حلقة بنحكي عن أخطائنا، ما في مشكل إنه يكون الإنسان منه متعصب وبيحكي حقيقة، عندنا أخطاء أخي، ما في مشكلة. وين المشكلة انه جان يقول الالحاد عنده مشكلة 1 2 3؟ ما هل حيقلل من قيمة فكرك؟ هل حيهين معتقدك؟ لا بالعكس، اللي عم يسمعك حيحترمك. ليه؟ انه هذا الرجل عم يحكي حقيقة، عم بيقول انا مؤمن بهذا الفكر، وهذا الفكر فيه عليه شوية شوائب، في مسألة هون لا مش فايتة بالراس، في مسألة هون بهدلة، بده يحترمك انك انت انسان بما انت مؤمن بها عم تنتقد ايضا، بما انت المعتقد اللي انت بقول فيه عم تنتقد ايضا. هلا الالحاد بضله اخف وطئ من الديانات، ليه؟ لانه الالحاد مش حامل اسطوره جن، مش حامل واحد ولد لي بلا بي، ومش حامل واحد الله نزل شخصيا فات بمريم من جوا، يعني فات بمريم فصار الله، خلفت الله، كبر الله، اكل الله، الله كان يفوت على الحمام، الله كان يتحمم، الله كان يوقع يعور حاله، الله كان يلعب مع الولد الصغار او ابن الله، ما بعرف، يعني بالنهايه طفل ولا كان مميز. ما في روايات يعني انه الله اذا عيسى كان يلعب كان يركض كان ينط كان يطلع كان ينزل الى اخره، بعدين الله تعلق على خشبه، بعدين ما بعرف شو اجى لي هذاك محمد، الله نزل لعنده جبرائيل بغار حراء، شو عرفني جبرائيل ما يكون واحد من الشباب عم يمزح معه وقتها بغار حراء في شي فتحه عم يحكي منها، ما بعرف ما عمل لك يعني. في مسائل المفروض تحرر العقل وترك العقل ينطلق ينطلق ينطلق، يعني ما نعاني اليوم منه جان، وقالت لا يعنيني موضوع العرب بقدر ما يعنيني الشرق الاوسط، وهي الدول التي لا عربية. نحن بنتكلم العربية، نتشكر العرب على طول اللغة يعني والتراث الإسلامي اللي عم نعاني منه حاليا. أوروبا بالزمان وقت الكنيسة سيطرت وكان في الحروب الكنسية، الكنسية خرجت
من هذا الصراع نتيجة العقل التنويري العلماني المسمات بالعلمية. واليوم الشرق الأوسط في عقول نيرة عم تشتغل، عم تطلع تحكي فيديوهات أنت أنا إسماعيل جورج فلان فلان أحمد حرقان، هذه الشباب اللي عم تحكي، هذه ناس معرضة للقتل، معرضة للاضطهاد، معرضة يخترب بيوتها هذه الناس. فأكيد مش حبا بالظهور. أنا إذا بدي أظهر هلأ بعمل فيديو عم ولع في القرآن أو الإنجيل، بجيب 2 مليون بني آدم بخمس دقايق بنعرف، مثل ما عامل هذا الأب بأمريكا مثلا، ولع القرآن وصلت عدد المشاهدات 91 مليون بظرف 3 أيام. يعني إذا صار الشغلة عادية روتينية بس بعدها بتتفعل. يعني في أبواب بنقدر ندخل منها إذا الموضوع شهرة، بس الموضوع منه شهرة. نحن عنا أمور عم نشوف بلادنا عم تتدمر، سوريا لكون صارت، العراق لكون صار، لبنان لكون صار، فلسطين ما بيعنيني موضوع لأنه موضوع إسلامي، وألزمونا بهذا الصراع الفلسطيني. سوريا كانت عم بتصارع لأجل فلسطين، لبنان والعراق شيء بسيط يعني. ألزمونا بهذا الصراع إسلاميا. ما خصنا بهذا الصراع خي، نحن دول يعني أنجا عم نقوم بحالنا خي جمال. لأنه الوقت شوي نعم. يلا أوكي. ففي عنصرية لسه هم المشكلة فيها، يعني إذا بدك تعدد العنصريات بالديانات هي لا يحصى، يعني العنصريات لا تحصى. في عنصرية تانية يلا خلينا نحكي فيها، مثلا عنصرية الشيعة والسنة بين بعض، الطوائف الدينية بين بعض، يعني هل القتل، هل التدمير، هل شايفينه نحن بعيوننا هلا بالشرق الأوسط اللي عم بيصير، ما عدا خلينا نقول العنصرية بين الطوائف المسيحية اللي صارت بأواخر القرون الوسطى، يعني قبل عصر التنوير، يعني حتى إذا بنحكي فيها شوي هيك بشكل مختصر، ما بدنا نطول الحلقة كلها. شكرا. العنصرية بشكل عام موجودة بجميع الأديان والمذاهب، يعني ما اقتصرت على سنة شيعة، بيوجد كاثوليك، بروتستانت، أرثوذكس إلى آخره. يعني العنصرية الطائفية بجميع الأديان، حتى اليهود قتلوا بعض، عندهم حروب ضد بعض قتلوا بعض. هيدي العنصرية نتجت جان نتيجة عدم تقبل الآخر ونقد الآخر من الداخل لإلك. يعني أنا ملحد وأنت ملحد، نجي عم بنقدك بالشغل اللي عم تشتغله، بتقوم أنت بترفض النقد، بصير في خلاف بيني وبينك. أنت مؤمن بأنه نظرية التطور الإنسان كان سمكة وتحول لإنسان، أنا مؤمن بأنه نظرية التطور الإنسان كان أصله ضفدعة وتحول لإنسان. نلتقي بموضوع التوحيد، الديانات هيدي أو الطوائف تلتقي بموضوع التوحيد، إنما تختلف بالكينوني والكيفية من تحت. يعني الصراع السني الشيعي بيقولوا، هذا نبذة عامة، إنه محمد قبل ما يموت قال إنه أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بمعنى وضع شخص من بعده هذا الرجل يحكم. فأثناء موت محمد والحادثة المورودة والذكرى بصحيح مسلم وبخاري، انقلب عمر أبو بكر وعثمان، هذه الرواية الشيعية، على الحكم أو القرار النبوي المعنيين هني فيه. والدليل أنه الشيعة بيطرحوا الأدلة، ألا وهي أنه عمر النبي قال لهم هاتوا لأكتب لكم كتاب ما بعرف شو، عمر قال هذا النبي جن ما بعرف شو إلى آخره، علي راح يدفن الرجل هذا محمد، هذوليك راحوا ركبوا مؤامرة وعينوا خليفة وإلى آخره وإلى خيرين. الحاصل المهم، فهني مختلفين عقائديا، يعني هني مختلفين بالموضوع العقائدي، وخلاف تطور. مثلا الشيعة بتجي بتقول له عمر أبو بكر عثمان، بيقول لك في جهنم، عائشة في جهنم، خرجت على إمام زمان علي بن أبي طالب بحسب ما قلت. بيجي السني مثلا شو بيقول لك؟ الشيعة وثنيين بيعبدوا قبور الحسن والحسين إلى آخر. أنا عندي قراءة كتير موسعة عنه، لذلك عم نحضر للحلقات التاريخ الإسلامي، لذلك الأسماء والتفاصيل. هذول الشيعة بيعبدوا القبور، هول الشيعة وثنيين، نشأ هيدا الخلاف. وهذا الخلاف جان مش مبارح ولا اليوم، هيدا الخلاف عمله 1400 سنة. وبستغرب أنا باللي بيجي بيقول لك الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، الفتنة من 1400 سنة شغالة، وأنا عملت لي لعن الله من أيقظها. ما نامت ولا نهار نامت، ولا طول في صراع بين هول الطرفين. هديت شوي هيدي الفتنة، هديت كيف؟ بالفصل الجغرافي، حصروا الشيعة بالعراق، حصروا الشيعة جزء من لبنان، حصر شيء بسيط لا يذكر بسوريا، فصلوا
بتهاجم حتى بس. ذهبوا بسوريا من كثر من الظلم اللي شافوه العلويين بصراحة، يعني هجوا صاروا بالجبال، يعني صاروا يعيشوا بالجبال خوفا من السنة، وخصوصا في على أيام الخلافة العثمانية يعني. نعم. فهذا الصراع الشيعي السني من لحظة وفاة محمد نشأ. وخرج علي بن أبي طالب، وخرجت ليه عائشة، طلعوا بمعركة الجمل، بعدين معركة صفين، بعدين معارك بين بعض، بين الطائفة، ومعركة يعني حملوا القرآن، ومعركة حطوا القرآن على السهام، وعلي بن أبي طالب قال لهم شو أتحاججوني بهذا؟ لحظة أقول لك النص. أتحاججوني بهذا؟ هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق. عمل حاله قرآن كمان، يعني الرجل يعني وصل لمرحلة أنه صار هو القرآن الناطق العظمة والقصة والرواية، يعني معارك قتلوا بعض فيها. الديانات الأخرى لليوم داخل الكنيسة، البروستانت والكاثوليك في معركة، لو رفع اليد عنهم بأوروبا لدمروا أوروبا، كون أكيد. إنما مقموعين بكبروا راسي بالدعوة سلاون، يعني مقموعين بيتبعوا أوروبا، قام على الكنيسة، لا سلطة للكنيسة بكل أوروبا. بين البروستانت والكاثوليك في معركة باردة نايمة، بس هن ما بطيقوا بعض، ولا والدليل دمروا بعض، وعلى استعداد إذا أعطوا القوة هول كون أكيد بدمروا بعض، كون أكيد بدمروا بعض. أنت شوف تصريحاتهم ضد البابا، بابا إيطاليا مثلا، وشوف تصريحات البابا الشرقي ضد بابا روسيا مثلا، بتحسهم هول كل مين دياني، بتحسهم كل مين دياني. مستحيل إذا أنت ما بتعرف بالمسيحيين وأعطيتك النص تعول هول والنص تعول هول، مستحيل تقول إنه هول اثنين مسيحيين. وكذلك السنة والشيعة، اذا انت بتغمض عيونك وبعطيك نص من دون ما اقول لك هذا سني وهذا شيء، بتقول هولي بيتفقوا بدين واحد، مستحيل. بكفروا بعض، وراحوا لابعد من التكفير، لقتل بعض، هدر دم بعض او الاخر. يعني فاختصارا وختامة يعني بهذا الموضوع، الجميع جان كل الديانات تحمل الفكر التعصبي الممنهج المفروض عليها، الإقصاء للآخر، عدم تقبل الآخر، عدم الاستماع للآخر، التبرير دائما، في تبرير دائما. ليش عنقوا هول اثنين مع بعض؟ ما يعادل 16 سنة حروب دمرت أوروبا. ليه؟ السبب بيقول لك شو 16 سنة؟ من القرن الخامس للقرن السادس عشر حروب، أوروبا امبارح نهضت، وعد غشك أوروبا، أوروبا ما عمرها 100 سنة حاليا، يعني امبارح استيقظت أوروبا. يعني ليه هذه الحروب يعني في شيء 7 8 قرون 10 قرون دمار؟ ليه؟ السبب بيجي بيقول لك خطأ 11 قرن معارك، خطأ يا رجل، ما بتفوت لي براسي المسيح المكياح، استنيروا وانطلقوا. قاتولية، أخطاء قاتولية للأسف. أخي دانيال، في عندي سؤال أخير نختم فيه الحلقة، هو الدعاء. يعني هلا مثلا العنصرية اللي بي 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 بوجهها، يعني مثل بتقولوا بأحلى حلة لها في الدعاء، يعني أكون عم بحكي اثنين مسلمين بسيطين جدا، يعني أكون أحكي مع أمي مثلا، لما أحكي مع والدتي فكانت تقول لي نحكي تقول وأمة محمد وارحم أمة محمد وارزق أمة محمد وأمة محمد والمؤمنين والمسلمين، يعني كأني باقي الناس يعني لا شيء، غير كائنات يعني ما لهم علاقة بالبشرية. فعلى هو رأيك بالموضوع لو سمحت؟ طبعا احنا حكينا وقلنا انه كل مين بيشوف حاله هو الاساس، وكل مين بيهمه نفسه والفريق الذي حوله. يعني ذكرت انت زعيم، هل الكنيسة وقت بتعمل قداس بتقعد بتدعي للمسلمين؟ لا. هل بتدعي لليهود؟ لا. بتدعي لا طائفتها وفرقتها انه ينجيهم ويجعلهم بالملكوت تعولهم، فهمت علي؟ أبانا الذي في السماوات كذا كذا كذا، اجعلنا الأمر محصور فيهم من كذا وكذا وكذا، عرفت كيف؟ شيخ الجامع، اللهم بحق نهار الجمعة اجعل أمة محمدا عزيزة، اللهم حقر اليهود، دمر بيوتهم، نأم لنفسهم، واليهود كذلك الأمر. هيدي هي اللي كنت عمول أنا، التعصب الممنهج، هذا كله أمور ممنهجة، هذه ما أنا أمور عشوائية، هذا الكلام ممنهج جان. بمعنى الكلام اللي عم يسمعه الشخص ما بيفكر فيه، هذا المغيب اللي عم يسمع خطبة الجمعة الكيوت كتير، يعني ما بيفكر، خلص الله يدمر اليهود، الله يغدى اليهود، عرفت كيف؟ مثلا عندنا شتيمة بالإسلام، بختلف أنا وياك مثلا، عشان ما أكفر شو بقول لك؟ يلعن صليبك، هي لا تعتبر كفرية، كمسلم عم يحكي مع مسلم ما تعتبر كفرية، لأنك أنت مش مؤمن بالصليب،
تشتم معتقد الاخر من باب انه انا بديش اكفر، فتعتبر مثل الكلمه على رأيي. وكذلك المسيحيين يعني كله العن من بعضه، تلاقي كله العن من بعضه، كله العن من بعضه. ف كل مين جان بشد الحافله عنده، وكل مين بيدعي لفريقه بما انه بيعتبر فريقه هو على صح، كلهم على صح، وكلهم عم بيقتلوا بعض انه على صح. المسيحي اليوم بيهاجم المسلم انه هو على صح، المسلم بيهاجم المسيحي الذي ولد مسيحي وربي ببيئه مسيحيه بانه هو على حق. المفارقه العجيبه يشغلوا راسهم بس بمساله واحده، المسيحي الذي عم بيهاجم الاسلام، ربك ميزك، ربك عنصري، خلقك ببيت مسيحي على حق، وانت يا مسلم لما تهاجم المسيحيه وعم تهاجم الاخرين، ربك ميزك لانه ربك عنصري، خلقك ببيت مسلم، ترى نفسك على حق. ما حدا بيفكر فيها المساله جماعه، ما حدا بيفكر فيها المساله. ربك عنصري، وجدك بالمكان الصح. ليه؟ ليه ما وجدني انا اليوم عم هاجمك كمسيحي او كمسلم او كيهودي؟ ليش ما الله وجدني باحد هذه البيوت؟ الله ربك عنصري، جابني ببيت ضعيف بالاسلام مثلا، مع انه بيتنا لا غني بهذا الموضوع، انا عندي خي شيخ مثلا. ليه؟ ربك عنصري وجدك بهذا المكان. فاذا هيدي كل مين بشد الحافله جاي بالجار، وكل مين بيعتبر انه هو الفرقه الناجيه، حتى ضمن الدين الواحد في عده طوائف، كل طائفه بتشوف انه هي الناجيه، وكل طائفه بتشوف هي الموكله بالدفاع عن الله، ولازم تقتلك دفاعا عن الله بهالكون هذا الواسع، المليارات المجرات، مليارات الاجرام، بكوكب هيك حقير صغير هذا، هيك حقيره، حقير، شو بدي لك؟ كوكبنا لا يعد كوكب، مثله مثل القمر يعني. نيزك مساحته 2 كيلومتر، اذا ضرب بالارض كفيل يخلص على الحياه البشريه يعني، بشارع بدوله محدده، بمدينه معينه، بشارع، بغرفه، انا قاعد عم دافع عن الله. صاحب هذه القصه كلها هيدا. شوف السخافه هالفكره. للاسف يعني لو نشوف حجمنا بالنسبه للكون وهالمسائل هي، كان ايقنا من زمان انه نحن وضعنا يعني وضع الاديان غير طبيعي للاسف. اخي دانيال يعني هلا بهالموضوع هذا، موضوع العنصريه في الاديان، اذا هيك تعطينا كلمه اخيره لو سمحت تفضل. على الجميع يعني بشكل عام انه يتنوروا بقى، يتثقفوا بقى، يقراوا، ينتقدوا ما هم مؤمنين فيه، يبحثوا بما هم مؤمنين فيه. يبحث جنب بتجرد عن العاطفه، مش انا مسلم بروح بس ببحث بالاسلام ومتكمش اكثر بالاسلام، او انا مسيحي انا رحت بحثت عن المسيحيه انت تكمشت اكثر. اول شيء عليهم انه يتجردوا من العاطفه الدينيه والتعصب الفكري انه انا على حق، خليه ينطلق من مبدا انا مني على حق. روح يقرا لبوذا، روح يقرا لمهاتما غاندي، روح يقرا لناس بوذيين و شو اسمه؟ مش بما انه نحن اعطينا عقل حسب ما بيقولوا وخلقت مسيحي يعني انا لازم ضل مسيحي. عرفتي؟ مش اعطينا عقل خلقت مسلم يعني لازم اكون مسلم او يهودي او كذا او كذا او كذا. العقل هو الوسيله لاخراجك من الاماكن المظلمه، هذا هو العقل. اما موضوع الملحدين فهي شوي هيك رساله قاسيه يعني، ما اذا بتسمح لي مره يعني. انت قلت لي امبارح انه بدك في عندك رساله بدك توجهها، يا ريت، انا هلا عم بتذكرها وكتبتها يعني. في رساله شوي قاسيه يعني للملحدين يعني، اليوم اصبحنا اسخف من المؤمنين، اسخف من المؤمنين. كيف يعني اسخف من المؤمنين؟ اليوم الشباب بيلاقوا منشور بيروحوا بيجيبوه وبيطبعوا، بيلاقوا مثلا واحد حاطط منشور مهزلي بيكون عم يمزح المصدر بيجيبوه وبيطبعوا. فعليهم انه يستيقظوا شوي ويرجعوا للمنهج العلمي اكثر واكثر، يعني بيعدوا عن القضيه العلميه اللي هن انطلقوا فيها. الملحد شخص يدعي الى العلم والتنوير واليقظة والثقافة. نحن اليوم أصبحنا بعيدين عن هذا الموضوع. خلونا نخفف شوي من مهاجمة الدين بشكل عام ونحكي أفكارنا أكثر. هاي واحدة من المسائل. اثنين، قاعدين لا شغلة ولا عمل الشباب يعني، تركين الحملة علينا يعني، ما نحن تعبنا كمان يعني، نحن اللي عم نتعرض له وما حدا عم يتعرض له. أنا عامل صفحتي على الفيسبوك بس فوت نام، هي والقناة على اليوتيوب عم سكرها، عم اضطر أني أعملها برايفت، بس أصحى فيه برجع بعملها صفحة عامة يعني. ليه؟ لانه الشتم اللي عم يجي عليه يعني لا يعد ولا يحصى. فالمفروض على الملحدين بقى يتحركوا، يطلع متخبي بكلمه لا ديني، ربوبي، مسلم معتدل، ما في مشكله انا عم اتقبلهم، انما يظهروا على الناس. لانه انا قلت كل ما كان العدد قليل كل ما سهل النيل من هذا العدد والتجريد بهذا العدد والتجريح بهذا العدد. اما اذا كان العدد كبير ف
فسهل. اليوم للي مستطيع، هذه مش لك جان، انا عم بحكيها بكره اقطع على هذا المقطع وحطه على اليوم. الشخص القادر، في عندكم قناه اسمها الجار بالالحاد، هذه القناه مش لجان ولا لدانيال ولا لحدا، هذه قناه مفتوحه للجميع. القادر يطلع يحكي يقول ليش صار ملحد او لا ديني او ربوبي. هذه القناه موجوده كرامتكم مش كرامه حدا. هذه القناه مش لتشهر لا دانيال ولا جان ولا حدا. جان ترك شغله وقاعد عم يستقبل دانيال ساعتين، جان عم يترك شغله ويستقبل فلان ساعتين، يعني انه شو ما بدي اياه كمان عنده شغله والبزنس تاعه ومصالحه يعني. فهذه القناه للجميع، هذه القناه لكم بتنجح وبتستمر فيكم، فاطلعوا تفضلوا واحكوا افكاركم واطرحوا افكاركم وكفى خوف، لانك هيك هيك ميت. عرايت اللمبي قال له انا كده ميت وكده ميت، حخاف من ايه؟ انت بجميع الاحوال ميت مقتول، مش عم تخاف. انت حكيت ولا ما حكيت انت مقتول، بمجرد ما تظهر افكارك انت شرعا مقتول، انتهينا. فاطلع كون شجاع، كون شجاع واطلع اطرح افكارك. وهي صحح لك منبر، يعني منبر جميل جدا، يعني جان قاعد عملنا شغلته وعملته جان، اطلع احكي وضح افكارك، اطلح افكارك، عرض مسائلك. بس هذه يعني رسالتي للملحدين. يعني اما المستلحدين هذول قصه جاني، هذول المستلحدين بقى تدير بالك منهم، هذول المستلحدين بتلاقي في تشتت. والمستلحدين هن اللي مشكله عم بموقفين مثل ما بقولوا التقدم التكتيكي، خلينا نقول المستلحدين هذول فيلم هندي لحالهم، فيلم هندي بكل معنى الكلمه. المستلحدين شو يعني مستلحد؟ بيكون في مجموعة إلحادية عم تهاجم المسيحيين، بتلاقيه فايت عم بيشارك عم بيشارك عم بيشارك، بعدها بأسبوع وبيعتبر الناشرين أبطال، بعدها بأسبوع بينزل منشور على الإسلام بيظهر حقيقته الداعشية. وكذلك الأمر المسيحيين، يعني أنا عندي بالمجموعة في كتير مسيحيين بتلاقيهم عم بيهاجموا عم بيهاجموا عم بيهاجموا الإنسان، بطرقهم منشور 2 3 4 10 على المسيحية اختفوا، يا طلعوا من المجموعة يا طلعوا من المجموعة يا هاجموك. طب امبارح انا كنت بطل عندك، امبارح انا كنت عم تضغط على ايدي وكمل كمل. روح حبيبي يا جبان، روح اعمل مجموعه اسميها المسيحيه واهتوك فيها الاسلام، ما تجي تتخبى فينا لانه نحن شماعتنا ما بتحمل صراحه، يعني نحن جماعه مستهدفين ومستضعفين، فما بتحمل انه تجي تلزق فينا كمان يعني. روح اكون شجاع، اكون بطل واعمل مثل ما نحن عم نعمل. والاصدقاء الملحدين الواجب بقى انه يطلعوا ويحكوا ويطرحوا أفكارنا. جان في كتير ناس أفكارها أجمل من أفكارنا وعنده أكتر من إحنا عنا بكتير، بس ما بعرف ليش ما بتطلع بتحكي، ما بعرف شو اللي بيمنعها تطلع وتحكي. في ناس إذا قعدت تحكي بتحكي قد دانيال عم مليون مرة، وأفكارها أجمل من دانيال بمليار مرة وأجمل من كل الموجودين حاليا. أشخاص بتكتب كلام رائع، ليش ما عم يطلعوا يحكوا؟ ما بعرف ليش ما عم يطلعوا يقولوا ويحكوا، ما بعرف. خايفان؟ خبي صورتك، خبي صورتك وطلع صوت وعدل شوي بنظام الصوت من عندك من الهانج اوت، بطل حدا يعرفك، بس اطلع احكي، اثبت انه نحن موجودين. نحن مش 10 ولا 20، نحن عندنا صفحات مشاركين ب 7000 و20000 و15000، نحن عدد كبير. بس ليش هالخوف؟ بالضبط يعني مثل ما بقولوا ليش هالخوف، يعني نحن كثير وفي ناس اثقف منا بمليون مره بصراحه، يعني نعم حقيقه نحن مجرد هوات، ونحن مجرد مثل ما بيقولوا يعني تشجعنا فينا روح الشباب انه يا جماعه شفنا شفنا امتنا في الحضيض، يعني وعينا فتحنا عيننا على الدنيا، شفنا امتنا في الحضيض وصارت لنا وسيله. يعني فيسبوك، قبل الفيسبوك ما كنا نقدر نحكي اصلا، صوتنا لا يطلع، يعني مين اللي بده يطلع يعني. فنحن يعني صارت لنا الوسيله، الانترنت صار لنا وسيله نقدر نوصل صوتنا. وانا متاكد في 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 مثل ما بقولوا آلاف المؤلفة من الملحدين المثقفين بشكل بكل معنى الكلمة، يفتخر فيه كل ملحد بثقافته يعني، ومع ذلك ما عم بيحكوا، في خجل في حسب ظروفهم. يا شباب يعني نتمنى منكم انه يعني راعوا شوي الآخرين. اوكي انت في وضع اجتماعي معين، يعني ما شرط انت تطلع وتظهر كل شيء، لا اعطي شيء لشيء، يعني مثلا قدام اصدقائك، قدام المهم يصير في حركه. اكتب يا اخي بنكني، اطلع عن معنى، اطلع بصوت فقط، وممكن نعير الصوت على شيء ثاني نحطه، يعني مو شرط نطالع صوتك انت، المهم نطلع ونحكي. ف يعني هي الرساله اللي انا بدي اوصلها والاخ دانيال كان بدي اوصلها، وصلها اكيد وصلت. وفي عندي شغلة تانية كمان، فكرة انه الانسان المؤمن
اللي داخل بس للشتائم. للأسف شفنا شتائم، على كل حال الشتائم لا تعبر إلا عن أخلاق الشاتم، يعني الشتيمة تعبر عن أخلاق الشاتم فقط. بس بدي أقول لكم شغلة، يعني نحن عم نعرض أفكار، بدل ما تشتمني روح خذ لك نص ساعة، بس نص ساعة بتريض وبحيادية، يعني اقرأ مثلا آية من الآيات، مثلا توبة 29 اقرأها وشوف، يعني خليك حيادي، اعتبر حالك جاي من المريخ او اعتبر حالك هندي احمر وجاي تطلع القرآن وتشوف شو معنات هالآية هاي. فخذ لك نص ساعة حيادية وخذ لك يعني مع كل آية نص ساعة حيادية وشوف بعدين، شوف يعني إذا كنا عم نبذل ولا نستاهل الشتم برأيك. والشتم يعني ما هي وسيلة حضارية يعني إنسان يحكي فيها. أخي دانيال أنا بدي أختم البرنامج، فإذا في عندك أي كلمة أخيرة تفضل. مرسي استاذ جون، مرسي كثير على الاستضافه الحلوه. يعني بشكل عام حكينا اللي عندنا، يعني هي الرساله كانت لاصدقائنا المحبين، هي منا مناشده، مش عم نترجى نحن، مش ضعفاء، بس انه في ناس يعني مثل ما حضرتك ذكرت قادره على الكلام بشكل رائع، قادره على ايصال الافكار، قادره على اعطاء اطروحات علميه اكثر مننا نحن، يعني نحن تخصصاتنا بعيدني عن المسالك العلميه الحساسه من فضاء الى اخره، كون الى اخره، ذرات، كيمياء، تخصصاتنا بعيدة شوي، نحن يمكن تخصصاتنا تكنولوجية، نتعلم بالتكنولوجيا، فما عم نقدر نقدم المطلوب أو المنشود للإثباتات وغيرين. فبس أنا هذا حبيت أقوله لأصدقائنا الملحدين، نتحركوا أكثر شوي، نتكاتفوا شوي، يعني اخرجوا من موضوع الغيري من شخص إلى شخص آخر، يعني فلان، يعني كونوا أكثر وعي وكونوا أكثر تحرك وأكثر إنتاج. وخلينا نخفف شوي موضوع الدين، اخر هم موضوع الدين صار، يعني احنا انتقدناه بالدين، ما حدا قبلنا انتقده ولا حدا بعدنا حينتقده اساسا، ما بظن حدا حيقدر ينتقد بالطريقه اللي انتقدنا فيها. ما خلص وصلنا للتوب 5 نحن، ف حان الوقت انه نبلش نحن نطرح افكارنا، نقدم اطروحات علميه، نقدم نحن شو، ونتوسع اكثر. الدين مفروض بقى مسيحي اسلامي يهودي يصير ورا ظهرنا وننطلق الى ابعد ما هو، يعني ونحن مش ضعاف، يعني اللي بينظرنا ان نحن ضعاف، نحن حاكمين اوروبا، يعني اجمل الخرائط على وجه الارض هاي لنا، يعني اذا في واحد شوي مفتول بمخه يعني نحن حكمت اوروبا، واوروبا لنا، يعني اوروبا الحاديه بالنهايه، اوروبا لا دينيه او علميه، بمعنى علماني بس اوروبا امريكا والصين، نعم الدول العظمى، الدول العظمى لنا نحن، مش قلال يعني، بس نحن قلائل بالمجتمع والعالم العربي. بس المفروض كشرق اوسطيين وعرب، انا دائما بفصل بين الشرق اوسطيين والعرب لاني ذكرت السبب، نحن مش عرب، مفروض كمجتمع شرق اوسطي وكمجتمع عربي المفروض تطلعوا تحكوا لتنوروا اصدقائكم، لا تمنعوا خيك يحمل سلاح وروح يقعد على الجبهه ضد خيه الشيعي او ابن عمه الشيعي، لا تمنع خيك الكاثوليكي كمسيحي يحمل سلاح ويقعد على الجبهه ضد خيك البروتستانتي، المفروض يطلعوا يحكوا جن، المفروض بقى يقدموا. بالنسبه لنا انا وطني اوروبا وبلدي اوروبا، يعني انا هون عايش بعمل اللي بدي اياه ضمن ضوابط القانون، بعمل اللي بدي اياه، يعني بحكي بتكلم اللي بدي اياه، فالمفروض هن يستيقظوا جن لا اكثر ولا اقل. هاي رسالتي، ميرسي على الحلقه الحلوه، مثل ما بقولوا هاي رسالتنا ونحن ما ضعفاء بكل معنى الكلمه. انا لما بقول ارجوكم انا عم بوجه الخطاب لاخوتي لاهلي، ف يعني بين الاهل والاخوه ما اظن يكون في مسألة انه نحن ضعفاء ولا غير ضعفاء، نحن اقوياء بفكرنا، اقوياء بعقولنا، اقوياء بتفكيرنا، وال يعني العصر الحديث كله يشهد لنا انه نحن زعماء هذا العصر ونحن ابطال هذا العصر بعقولنا وبتفكيرنا. على كل حال شكرا كثير اخي دانيال، وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة قادمة، الى اللقاء. مرسي باي.